الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا شيرلي صباح الخير عليك يا بسنت صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر امبارح كان في لقاء مهم عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مجموعة من القامات والمفكرين والسياسيين وده من الحاجات الحلوة جدا ونهج جديد انتهجته الحكومة وبدأت بالفعل في تطبيقه الحقيقة لقاء زي ده بيبين رغبة الحكومة في الاستماع لافكار واراء النخب في كل القضايا اللي بتهم البلد سواء داخليا او خارجيا. ودي خطوة ايجابية وخطوة مهمة جدا بتفتح باب النقاش للي عايز يساعد الحكومة ان هي تاخد قرارات مناسبة تخدم مصالح الشعب. ده غير طبعا ان الجلسات دي بتعمل نوع من انواع التوعية للناس بتعرفهم الحكومة بتفكر في ايه ليه خدنا هذا القرار اي طريقه بتفكر فيها الحكومه في اي موضوع معين لازم الناس تكون عارفاها فده من شان هذه الجلسات ان يتعرف الناس طريقه تفكير الحكومه والخطوات اللي الحكومه بتتخذها في كل المجالات وفي كل القضايا والمشكلات اللي بتواجهها يعني فعلا اللقاءات دي مهمه ويمكن خليني اقول انه ده مش اللقاء الاول كان في لقاء كمان قريب جمع ما بين الدكتور مصطفى مدبولي مع شخصيات عامه ومفكرين قبل كده وكانوا متخصصين في مجالات مختلفه زي الاقتصاد، الثقافه، الاجتماع بس اللقاء ده كان مختلف شويه بيعتبر جلسه كده تخصصيه لانه ركز على القضايا السياسيه وكمان تطرق لقضايا كبيره زي طبعا الانتخابات الامريكيه وتاثيرها على المنطقه بشكل عام هيبقى عامل ازاي وده يعني بيورينا الحكومه مشغوله بكل ما بيدور على الساحه العالميه وانعكاساتها وتاثيرها علينا لان احنا مش منعزلين عن العالم، احنا بالفعل كل الاحداث دي بتاثر علينا خصوصا اننا دلوقتي في مرحله اقليميه ودوليه مليانه بالتحديات وبتستدعي التفكير الجماعي. كمان رئيس الوزراء اكد انه منفتح على كل الاراء والانتقادات وده في حد ذاته رساله قويه جدا، بمعنى ان ما فيش مشكله الحكومه ان هي تسمع للناس حتى النقد طالما ده هدفه الصالح العام. وده اللي اكد عليه رئيس الوزراء خلال اللقاء لما قال انه مهتم يسمع كل الافكار وكل الاراء حتى الانتقادات لان الهدف هو تحقيق المصلحه العامه للدوله المصريه وده خلى المفكرين يشكروا رئيس الوزراء على الفرصه دي خاصه ان هم او ان ده بيساعدهم إن هم يعبروا أكتر عن آرائهم بوضوح. طبعاً اللقاء خليني أقول شمل مناقشات كتيرة جداً ركزوا في الجلسة على محور السياسة الخارجية والأوضاع الإقليمية وكمان بعض القضايا الداخلية زي الانتخابات البرلمانية اللي جاية، احتياجات بعض الشرايح في المجتمع يعني سنة حميدة من الحكومة إنها تسمع لكل الآراء وفي الحقيقة إحنا محتاجين نشوف ده ودي من الحاجات اللطيفه قوي اللي احنا يمكن شفناها امبارح مره ثانيه بنصبح على حضراتكم اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر خلونا في البدايه نروح لزميلنا محمد عبده نتعرف منه على اخبار الطقس والمرور في عدد من المحافظات صباح الخير عليك محمد. صباح, صباح الخير صباح الخير عليك يا شاذلي صباح الخير عليك يا بسنت هنشوف دلوقتي جوله مروريه ونتعرف على احوال الطقس مع بعض نبدأ مع حضراتكم من جولة مرورية والبداية من القاهرة تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد بعض الكثافات المتحركة بداية من المظلات حتى وسط البلد، بتستمر هذه الكثافات المتقطعة لو مشينا في الطريق السطحي من شارع رمسيس وامتداده. بتظهر مجموعة كده من الكثافات والسيولة من ناحية أخرى بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط ووصولا إلى القلعة. وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي بتنتظم فيه حركه المركبات وصولا الى حي المعادي وحلوان لكن لو رحنا من الطريق الثاني من الكورنيش من منطقه وسط البلد بتشهد كثافات مروريه كمان متحركه ونفس الامر في الاتجاه المعاكس من القاهرة نروح مع حضراتكم لمحافظة الجيزة اللي بتشهد سيولة مرورية موجودة الآن في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو من المتجه إلى ميدان لبنان وعند شارع السودان وجامعة الدول العربية بتظهر طبعاً عند مترو الجامعة بعض الكثافات المتوسطة اللي قادم من كوبري فيصل الى مناطق الدقي بيشهد الطريق كمان بعض الكثافات المروريه. من طريق الواحات في كثافات متقطعه مروريه بتنتظم حركه السيارات امام القادم من الطريق الدائري وصولا الى مناطق دريم وبتظهر بعض الكثافات المتحركه للقادم من امام مناطق الفردوس وصولا الى مول مصر الى مدينه الانتاج الاعلامي. من محافظة الجيزة نروح مع حضراتكم لمحافظة الإسماعيلية اللي هنلاقي فيها الطريق الأساسي والرئيسي عثمان أحمد عثمان الرابط ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما تؤثرش على أو لا تؤثر على حركة السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية كورنيش الإسماعيلية حتى مبنى المحافظة والجامعة. اما الطرق المتجهه الى الاسماعيليه فهي فيها سيوله مروريه خاصه الطريق الصحراوي من القاهره لكن طريق الاسماعيليه الزراعي القادم من الزقازيق فيه بعض الكثافات المروريه لكن هي متحركه ومش متوقفه في الطريق الزراعي الى محافظه الاسماعيليه. محافظه سوهاج هناخد طريق عبد المنعم رياض اللي هنلاقي فيه سيوله مروريه كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعه سوهاج. وكمان في كثافات مرورية غير مؤثره بتزيد مع طبعا ساعات الذروه الصباحيه عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحليه خلونا نروح مع حضراتكم نستعرض في جوله سريعه احوال الطقس النهارده ان شاء الله بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم طقس مائل للبروده ليلا في الصباح الباكر مائل للحراره نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد درجه الحراره النهارده العظمى في القاهره 29 وأقل درجة بتسجلها محافظة مطروح 25 درجة أسوان العظمى فيها أعلى درجة 35 هنتابع مع حضراتكم طبعا بالتفصيل أحوال الطقس لكن بعد شوية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع اخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهره الدولي بعد زياره العمل والاخوه التي اجراها لبلده الثاني مصر. كمان امبارح استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلاوديو ديسكاليزي الرئيس التنفيذي لشركه اين الايطاليه والوفد المرافق له من كبار مسؤولي الشركه وطبعا ثمن السيد الرئيس العلاقه مع الشركه الايطاليه واكد على التطو... التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في مصر. أخبار كتير حصلت امبارح من بينها إنه امبارح قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولي بعد زيارة العمل والإخوة اللي أجراها لبلده التاني مصر وشهدت اتفاق الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر كما عكست تطابق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركه اني الايطاليه والوفد المرافق له من كبار مسؤولي الشركه، وده بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروه المعدنيه. واشار المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه الى ان اللقاء شهد تناول جهود تطوير العلاقات المتميزه بين مصر والشركه، وثمن الرئيس العلاقه بين مصر والشركه اللي بتعكس قوه علاقات التعاون بين مصر وايطاليا في مختلف المجالات. كما أكد حرص مصر على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد مشددا على استمرار جهود الحكومه في توسيع آفاق الاستفاده من ملف الطاقه، وأشاد الرئيس بالدور المجتمعي للشركه اللي بينعكس في دعمها لعدد من المشروعات التنمويه في مصر. كمان امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مانفريد فابر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي اللي بتعد أكبر مجموعه سياسيه بالبرلمان الأوروبي، وده بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره. واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء شهد تاكيد عمق العلاقات المصريه الاوروبيه التي تكللت مؤخرا بالشراكه الاستراتيجيه والشامله بين مصر والاتحاد الاوروبي بما يعكس المصالح المشتركه الممتده بين الجانبين وأكد رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي التقدير الكبير لمصر على المستوى الأوروبي وحرص مجموعته السياسية على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، منوهاً في هذا الإطار إلى العلاقات الاقتصادية المتشعبة والمتنامية بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر لتحقيق الاستفادة المشتركة من الجهود التنموية اللي بتشهدها مصر بما يحقق مصالح الجانبين. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده بعدد من المفكرين السياسيين لمناقشه القضايا المثاره على الساحتين الداخليه والخارجيه. ولفت مدبولي الى ان اللقاء يهدف لمناقشه عدد من المحاور ذات الصله بالسياسه الخارجيه والاوضاع الداخليه مقترحا بعض الملفات للنقاش زي الانتخابات الامريكيه وانعكاساتها على منطقه الشرق الاوسط والاوضاع الاقليميه وتداعيات الصراع في المنطقه الى جانب مختلف الابعاد في الدائره المحليه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحه نشر على صفحته الرسميه على فيسبوك انه استمرارا لجهود القوات المسلحه في دعم المجتمع المدني وتقديم كل اوجه الدعم لرفع العبء عن كاهل المواطنين، اطلقت المنطقه الشماليه العسكريه اسبوع الخير بتعاون مع صندوق تحيا مصر واللي تضمن عدد من المبادرات لخدمه مختلف فئات المجتمع الاولى بالرعايه بالمحافظات اللي بتقع في نطاق المسؤوليه. هنروح مع حضراتكم الاخبار المحافظات، في بني سويف تم ادخال خدمه فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن، اما في البحر الاحمر فجامعه الغردقه بتوافق على اعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الجامعيه. في الفيوم 13 منفذ متحرك لبيع المنتجات الغذائيه للمواطنين وبأسعار مخفضه، كمان في البحيره بتفتتح سوق الجمله والحديقه العامه بمركز إدكو أخبار كتير شهدتها المحافظات في بني سويف أعلنت مديرية الصحة إدخال خدمة فصل مشتقات الدم داخل بنك الدم بمستشفى الفشن المركزي ضمن الخدمات الجديدة اللي بيتم توفيرها للمواطنين من فصائل الدم ومشتقاته كما تم أيضاً توفير عدد من أجهزة فريزر البلازما وهي عبارة عن أجهزة مخصصة للتخزين الآمن لبلازما الدم المجمدة أو مكونات الدم في درجات حرارة معينة بعد عملية الفصل في البحر الأحمر وافقت جامعة الغردقة على إعفاء طلاب حلايب وشلاتين وأبو رماد ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر من الرسوم الجامعية المقررة ورسوم المدن الجامعية الإقامة والتغذية بكليات جامعة الغردقة خلال العام الجامعي 2024-2025 مع تشكيل لجنة المكتبات ولجنة الإنشاءات الخاصة بجامعة الغردقة شهدت محافظة الفيوم قافلة كبرى تشمل 13 منفذ متحرك بها بيض المائدة واللحوم والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان ومنتجات التصنيع الغذائي إضافة للبقوليات وغيرها من احتياجات المواطنين وبيتم البيع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لعشرين في افتتحت محافظة البحيرة عدد من المشروعات التنموية لتطوير البنية التحتيه بالمناطق الحضريه بمدينه ادكو وتم افتتاح السوق المفتوح بادكو للخضر والفاكهه والاسماك المقام على مساحه 2000 متر مغطى بسقف غير قابل للاشتعال وكامل المرافق وبيضم خمس منافذ للدخول والخروج ومقسم لجزئين احدهم للاسماك والاخر للفواكه والخضروات كما تم افتتاح الحديقة العامة بإدكو المقامة على مساحة 10500 متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه وبتعد مركز للأنشطة الاجتماعية شهدت محافظة المنوفية افتتاح مبنى العنايات الجديدة بمستشفى أشمون العام وتم تزويد وإضافة عدد تسعة أسرة للعناية ليصبح الإجمالي 26 سرير بالمستشفى لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة للمرضى والمترددين واستقبال الحالات الحرجة من داخل وخارج المحافظة وتخفيف آلام المواطنين في الدقهلية أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً مع تأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة وده الإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين شهدت محافظة كفر الشيخ تسليم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون افتتحت محافظة المينيا محطة مياه أرض سلطان المرشحة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد اللي بدأت العام الماضي لخدمة ما يقرب من 300 ألف نسمة في مناطق شمال وغرب مدينة المينيا وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير حوالي 60 مليون جنيه لرفع كفاءة المحطة وضمان استمرارها في تقديم خدمة عالية الجودة شدينا فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا خليكم معنا تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم طقس حار مائل للبروده ليلا وفي الصباح الباكر مائل للحراره نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخيرات يا دكتور أهلا بيك يا فندم صباح الفل على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين تحيات لحضرتك يعني بداية موجة من البرودة بنشهدها اليومين اللي فاتوا عايزين نطمن أخبار وحالة الجو النهاردة إيه؟ لو اتكلمنا عن اليوم تحديدا وغدا ايضا الطقس مشابه بشكل كبير لطقس الايام القليله الماضيه طقس مستقر تماما وخريفي بيكون ما بين الحر الى ماء للحرارة خلال ساعات الظهيره لكن خلال ساعات الليل وساعات الليل المتاخر بتكون اجواء مائله للبروده بشكل كبير بل بتصل الى بارده في بعض المناطق اللي بيكون ليها ظهير صحراوي زي محافظات الصعيد والمدن الجديده وايضا المناطق الموجوده في وسط سيناء مع وجود فرص شبوره مائيه خفيفه خلال ساعات الصباح الباكر ورياح في اغلبها معتدله يمكن بتنشط احيانا نشاط خفيف على بعض المناطق سواء من القاهره او محافظات الصعيد وهو طقس خريفي معتاد ومستقر تماما الطقس الخريفي ده دكتور في بعض الاحيان بيبقى متقلب يعني بنلاقي ارتفاع شويه في درجات الحراره او بنشعر بالحراره في الفترة الظهيره والوقت الفترة الصباحية وبعد كده بالليل بنلاقي الدنيا بتبرد أكتر يعني حالة التقلب في الجو دي هتستمر معانا لحد إمتى؟ هي الحالة دي هي السمة الرئيسية خلال الفترة دي من العام، إحنا يعتبر في منتصف فصل الخريف بتكون الفترة دي اهم سمة فيها هي التغير الواضح في الحالة الجوية على مدار اليوم الواحد ما بين درجات الحرارة العظمى والصغر لنفس اليوم فده امر طبيعي مستمر معنا خلال الفترة الحالية بمجرد غياب اشعة الشمس بتنخفض درجات الحرارة بشكل سريع جدا لكن خلال فترات الظهيرة الاجواء بتكون حاره يمكن الفرق في درجات الحراره ما بين العظمى والصغرى على بعض المناطق زي محافظات الصعيد بيتجاوز ال 15 درجه مئويه في بعض الاحيان فدي تعتبر هي السمه الرئيسيه خلال صحيح. الفتره الحاليه هي التذبذب والتغير الواضح على مدار اليوم الواحد صحيح. بل ممكن كمان على مدار الايام القليله المتتاليه يعني احنا لو بنشهد خلال الايام الحاليه استقرار وطقس مشمس تماما خلال فترات الظهيره الخرائط بتشير انه على نهايه الاسبوع الحالي ان شاء الله في حاله جويه غير مستقره ومضطربه، صحيح. دي تعتبر اول حاله جويه مضطربه هتك... نشهدها خلال هذا الموسم، م. ابرز عناصرها تساقط الامطار الرعديه اللي ممكن م. تصل الى غزيره في بعض الاحيان على محافظات ومدن الساحل الشمالي، مع انخفاض واضح وملحوظ في درجات الحراره، ده هيكون ان شاء الله على نهاية الإسبوع الحالي ومستمرة كمان لبدايات الإسبوع المقبل يعني ناخد بالنا أنه في حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الجو خلال الأيام اللي جاية واحنا بنشوف أكتر من فصل من فصول السنة في اليوم الواحد النصائح اللي حضرتك بتوجهها لمتابعينا دلوقتي والمشاهدين عشان يتعاملوا مع حالة عدم الاستقرار والتذبذب اللي احنا ممكن نشهدها خلال الأيام المقبلة طبعا اهم نصيحه هي اصبحت المتابعه الدوريه او المتابعه اليوميه لنشرات الهيئه العامه للارصاد الجويه هو امر ضروري بسبب التغير الواضح في الحاله الجويه بين يوم للتاني بالنسبه لحاله عدم الاستقرار المتوقع ان نشهدها نهايه هذا الاسبوع زي ما قلنا معها امطار رعديه قد تصل الى غزيره في بعض الاحيان على محافظات ومدن السواحل الشماليه بنتكلم عن مطروح واسكندريه وباقي محافظات الساحل الشمالي وبعض محافظات الوجه البحري فبالتالي بننصح المواطنين في السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري بتوخي الحذر التام اثناء تساقط الامطار وخاصه المسافرين على الطرق لان تساقط الامطار بيؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه كمان ممكن نشاط الرياح او ممكن الامطار الرعديه يكون معها نشاط قوي للرياح قد يكون مثير احيانا لبعض الرمال والاتربه فبالتالي بناكد على المسافرين على الطرق بتوخي الحذر التام كمان المواطنين اثناء تساقط الامطار تجنب ملامسه اعمده الدمارة طبعًا. او اكشاك الكهرباء الموجوده في الشوارع وكمان هيكون في انخفاض في درجات الحراره فبالتاكيد بننصح بارتداء ملابس على الاقل تكون ملابس خريفيه. طيب حاله البحر يا فندم خلال الايام المقبله؟ هي في الغالب معتدله تماما يمكن خلال الفتره دي بتكون اقصى ارتفاعات للامواج على البحر المتوسط في حدود ال 2 متر وبالتالي معتدل تماما البحر الاحمر في اغلبه ايضا 2 متر بعض المناطق منه قد ترتفع فيها الامواج الى 2.5 المتر وبالتالي بيتم وصف البحر الاحمر انه ما بين المعتدل الى المتطرف في بعض الاحيان دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه ارصاد الجويه شكرا لحضرتك وصباح الخير تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية ونبدأ من القاهرة اللي بتسجل فيها العظمى 27، الصغرى 18، العاصمة الإدارية 28-17، محافظة إسكندرية العظمى 25، الصغرى 19، العالمين الجديدة 26-19، أما مطروح 24-20 دمياط العظمى فيها 26 والصغرى 21 بورسعيد 26 23 الاسماعيليه 28 16 نروح مع حضراتكم لمحافظه السويس بتسجل فيها العظمى 29 الصغرى 18 العريش 25 16 كاترين 24 8 درجات وهي اقل درجه حراره على مستوى المحافظات المصريه طابه

31 15 قنا 33 15 الاقصر 34 16 اسوان بتسجل اعلى درجه على مستوى محافظات الجمهوريه العظمى فيها 34 والصغرى 17. دلوقتي نتابع مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر وعوده مره اخرى لمحمد الشاذلي وبسنت الحسيني اتفضل شكرا, شكرا ليك يا محمد شكرا ليك يا محمد دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع بعض اهم وابرز الاخبار اللي هتحصل النهارده أخبار كتير هتحصل النهاردة من بينها أنه هينطلق الملتقى التوظيفي لخريجي الجامعات والتعليم الفني بمشاركة المكتب الباباوي للمشروعات بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية مع وزارة الشباب والرياضة وده من الساعة 6 للساعة 9 مساء في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وبدأ العمل بالمبادرة من 7 سبتمبر 2024 وبتستمر لمدة 100 يوم في جميع محافظات مصر النهارده هيفتتح العرض المسرحي المصري زجاج انفجاري متقطع مرحلة النهائيات بالدورة العاشرة من مهرجان افاق مسرحية دورة الفنان نور الشريف اللي بتبدأ على مسرح الهناجر بالأوبرا وبتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل وبيتم تقديم مسرحية زجاج انفجاري متقطع في الساعة السابعة مساء ضمن مسابقة العروض الطويلة بالمهرجان، وبيناقش العرض مشاكل اجتماعية مختلفة عن طريق السوشيال ميديا اللي بتتسبب أحيانا في كارثة بين البشر، فإذا كانت مواقع التواصل قدمت لنا الكثير من الإيجابيات ومهدت الطريق نحو عالم سريع، إلا أنها تبقى سيفا زوح الدين وسلبيتها لم تعد قابلة للتجاهل، لكونها رمز للخداع والنفاق الاجتماعي. لعشاء الكرة العالمية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية هيلتقي الأهلي المصري مع العين الإماراتي في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد القاهرة الدولي النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي واللي استمرت على مدار يومين اختتمت فعاليتها بمشاركة شباب الجامعات من مختلف الدول العربية القمة دي كانت فرصة لتعزيز الإبداع ومناقشة تطوير صناعة الإعلام الجلسه الختاميه كمان اعلنوا عن مجموعه توصيات مهمه لمستقبل الاعلام وتم تكريم شخصيات مؤثره في المجال واعلان اسماء الفائزين في المسابقه الخاصه بصناع الافلام والمصممين والمبرمجين على مدار يومين استمرت فعاليه النسخه الاولى من قمه الابداع الاعلامي للشباب العربي والتي جمعت شباب الجامعات على مستوى الوطن العربي لتعزيز الابداع ومناقشه سبل تطوير صناعه الاعلام. المسابقه بصراحه صراحه كانت غير متوقع الاقبال عليها، الحمد لله تم مخاطبه جميع الجامعات العربيه والمصريه، الحمد لله تم مشاركه اكثر من 50 جامعه. وب 120 بواقع اكثر من 120 عمل آه واضافه الى ذلك آه احنا كمان آه رفضنا جائزه خاصه في حب فلسطين وده تاكيدا على اهداء النسخه الاولى من القمه للشعب الفلسطيني الحبيب الجلسه الختاميه للقمه شهدت اصدار مجموعه من التوصيات الخاصه بالعمل الاعلامي الى جانب تكريم عدد من الشخصيات المؤثره في مجال الاعلام بالاضافه الى تكريم الفائزين في المسابقه التي اطلقتها القمه وتستهدف صناع الافلام والمصممين والمبرمجين من الشباب احنا لما عملنا الفيلم في الاول لما كان مجرد لسه فكره كان عندنا امل كبير قوي ان احنا نتكرم وان الفكره بجد كانت مختلفه وكرييتيف جدا لحد ما وصلنا هنا وقدمنا فعلا في في قمه الابداع والحمد لله كسبنا الجائزه وبسطنا جدا واحنا اكبر من كده بكتير كمان بجد هي فرصه كويسه قوي ممكن نكون في ناس كتير شافتنا ممكن كانت لجنه التحكيم ذات نفسها لجنه قيمه جدا في هي اصلا تدينا جائزه دي حاجه بالنسبه لنا كفيله او حاجة تدعمنا معنويا اكتر كمان طبعا احنا هنا استفدنا في المؤتمر جدا بالنسبه ان احنا عرفنا مستقبل الاعلام مش ازاي المهارات المفروض المطلوبه في سوق العمل كانت بصراحه كانت قعدات جلسات مثمره جدا واستفدنا من الناس المحترمه جدا يعني القيمه والقمر الكبرى الموجودين عندنا في في الاعلام المصري قمه الابداع الاعلامي للشباب العربي هي فرصه ثمينه للشباب من اجل تبادل الافكار والرؤى حول مختلف جوانب العمل الاعلامي وتحدياته وذلك للوصول الى موقف موحد في مواجهه التحديات العالميه جيرمين ابراهيم التلفزيون المصري أعلنت وزارة الزراعة عن حصاد 99% من المساحات المنزرعة بالرز خلال الموسم الحالي ده كمان بجانب استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين بأهمية هذه المنظومة والفوائد الاقتصادية واللي بتعود على المزارع من تجميع قش الرز خلونا نعرف تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة صباح الخير صباح الخير على حضرتك يعني في البداية حابين حضرتك توضح لنا حجم ما تم حصاده حتى الآن من محصول الرز بالمحافظات يعني لو الأول اسمح لي طبعا شكر حضرتك والحياة في جهود كبيرة في مجال الأرز خصوصا ده محصول من المحاصيل اللي بتكون مستهلكة المياه بشكل أو بآخر وإحنا بنحاول إن إحنا نقنن من زراعته بالشكل اللي يؤدي إلى تلبية احتياجات المواطنين وفي نفس الوقت يعظم من توفير المياه أو نساعد إن إحنا نقدر نستخدم المياه بأفضل كفاءه ممكنه، والحقيقه كان في اهتمام كبير بان احنا نستنبط اصناف جديده من الارز بيكون القدره الانتاجيه الاعلى وبتقدر برضه تقاوم بعض الظروف زي المياه المياه, المياه مصادر اخرى من المياه او بتقدر تتحمل درجات مختلفه من الجفاف او عدم وجود المياه وبالتالي بتقدر تساعدنا في مزيد من الانتاج، الحقيقه كان تم جمع وحصاد حوالي 3 مليون طن او اكثر من 3 مليون طن من قش الارز ودوما تم استخدامهم في العديد من الانشطه والمشروعات اللي, تعتبر صناعه تحويليه علشان نرفع من القيمه المضافه اللي بتبقى موجوده على محصول الارز ان احنا كمان المخلفات بتاعته او المتبقيات بتاعته بنقدر نستخدمها في انشطه اقتصاديه تدر دخل على الساده المزارعين. طب ده عظيم جدا احنا هنتكلم طبعا عن موضوع استخدام قش الرز لكن عايزين نعرف ايه هي المحافظات اللي زرعت رز السنه دي احنا عارفين ان احنا عندنا خريطه بالوزاره محدداها مجموعه من المحافظات تزرع ومجموعه من المحافظات ما ينفعش تزرع ده طبعا عشان نقلل استهلاك المياه وفي نفس الوقت بيكون عندنا كميه رز المطلوبه او اللي احنا بنستهلكها في السنه طبعا يعني احنا بيكون عندنا الحقيقه عمليه تنظيميه بالتنسيق بين وزاره الزراعه ووزاره الموارد المياه والري وهذه اللجنه او هذه العمليه التنظيميه بينتج عنها ان تحديد الاماكن اللي هيتم زراعتها بالأرز. طبعا بيبقى فيه مراعاه ان معظم مناطق اللي بتزرع الارز بتكون في مناطق الوجه البحري مم. خصوصا دي المناطق اللي بتعرض او بتتعرض لشكل من اشكال تملح التربه فبيعتبر بالنسبه لها زراعه الارز هي غسيل للتربه علشان نحافظ على الكفاءه الانتاجيه عظيم. للارض واستدامه العمليه الانتاجيه فعشان كده دايما بنكون المناطق اللي بتزرع الارز مناطق زي الكفر الشيخ زي الدقهليه زي البحيره في بعض المحافظات اللي بتكون موجوده مواجهه للبحر المتوسط علشان نقدر نعظم انتاجنا فبالتالي معظم الشغل او معظم العمليات التحويليه بتكون في هذه المناطق طيب احنا بنتكلم عن مليون و الف طن قش ايه وجه الاستفاده بقى من يعني الاستخدامات او كميات القش الكبيره قوي دي وازاي او ايه هي طرق تحويله من من الحرق لان احنا كنا دايما بنسمع ان حرق القش ده يعني كارثه على البيئه فايه النهارده تحويله من اضرار الحرق الحرق لثروه حولنا ده ازاي يعني طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على معاملات ما بعد الحصاد احنا كنا بنهتم دايما بالمحصول نفسه انما المتبقيات اللي بتنتج من المحصول كان بيتم عدم مراعاته وده كان بيمثل عبء فكنا بنشوف موجات تلوث حتى للهواء اللي كنا بنقول عليها السحابه السوداء دي كانت بتيجي تملى سماء القاهره وكان بتعمل يعني شويه تحديات بيئيه بتواجهنا احنا النهارده كنا بنشتغل او بقى لنا فتره الحياه في تعاون وتنسيق مستمر مع وزاره البيئه علشان نقدر نستفيد من هذه المتبقيات وندخلها في صناعات تحويليه وبالتالي تبقى قيمه مضافه للفلاح او المزارع انها فلوس يعني لو حرق فهو بيحرق فلوسه فده بالتالي بيشجعه وبيساعده ان هو يقدر يستفيد من هذه المتبقيات. طبعا احنا عندنا مليون 660 الف طن من القش تم كبسه. في عندنا كميات تم فرمها كانت في حوالي 800 الف طن، في كميات تم دخولها في صناعات تحويليه وانتجنا حوالي 30,000 طن زي, من زي ايه الصناعات التحويليه دي يا فندم؟ زي السماد العضوي ان انا استخدم القش كانتاج سماد عضوي اقدر استفيد بيه للتربه نفسها ثاني مره اخرى. في 30 ألف طن تم إنتاجهم من هذا الأمر فالحقيقة في مجالات متعددة بدأت تدخل فيها القش أو بدأ يدخل فيها القش وبالتالي سعره كمان بالنسبة للفلاح له بقى له عائد ومردود اقتصادي فما عادش بيحرقه فبيضطر أو بيحتاج إن هو يبيعه بالنسبة له قيمة اقتصادية كبيرة وكل ده في النهاية بينعكس بشكل إيجابي على تحسين دخل الفلاح بينعكس بشكل إيجابي على ان نعظم من القدره الانتاجيه او العائد الاقتصادي لوحده الارض والوحدة الميه وبالتالي ده في النهايه بيمثل قيمه مضافه للمزارع المصري ومزيد من التنميه لحياه سكان المناطق الريفيه طيب دكتور محمد هل كل المزارعين دلوقتي بقوا على علم بانه قش الرز بيتباع وان هم هيكسبوا من وراه بدل ما يحرقوه وبقوا فاهمين كويس جدا ان حرقه في الارض لا يعتبر نهائيا سماد للارض هل كل المزارعين بقوا فاهمين ده آه طبعا الحقيقة إحنا بنعمل ورش عمل بشكل مستمر وفي دايماً لقاءات وندوات وحملات إرشادية بنقوم بيها من خلال القطاعات والجهات المعنية م. في الوزارة هذه الحملات الإرشادية بهدفها توعية الفلاح ونقل المعلومة كاملة له. كمان إحنا عندنا مجموعة من الحملات اللي إحنا بنطلقها بشكل إلكتروني زي حملة ازرع صح مثلاً اللي بيبقى هدفها إن إحنا ننقل المعلومة للمزارع والفلاح المصري وبالتالي هو كمان يبقى عنده القدرة على المعرفة. الحقيقه آه كمان الاهم من ده هو التجربه يعني احنا عندنا الفلاح المصري دايما بيحب يشوف التجربه بعينين فلما هيلاقي واحد زميله آه باع القش وجاب له فلوس فبالنسبه له بقى مصدر دخل فاكيد كل الباقيين هيسعوا ان هم يعملوا هذا الامر وده اللي شفناه الحمد لله ان احنا هذا العام ما كانش فيه اي شكل من اشكال موجات تلوث الهواء الحاده اللي كنا بنشوفها قبل كده وبالتالي ده كله انعكس آه ايجابي على البيئه بتاعتنا وعلى حياه المزارعين باذن الله. طيب ده الشق المعرفي لكن في لسه بعض المزارعين ممكن يكونوا لسه مصممين على حرق القش، هل في قوانين رادعه دلوقتي او عقوبات رادعه للمزارعين اللي لسه مصممين على حرق قش الرز؟ يعني اعتقد فكره الحرق ما عادتش موجوده بالشكل المؤثر يعني ولكن في كل الاحوال احنا التنسيق مع وزارة البيئة بيبقى فيه محاضر للمخالفين اللي بيعملوا بعض المظاهر الغير إيجابية اللي ممكن تؤثر على البيئة خصوصاً احنا بنحافظ على بيئتنا وبنحافظ على تنمية مستدامة حقيقية والحياة الدولة المصرية كانت جادة في اتخاذ إجراءات قوية لمنع أو مواجهة التغيرات المناخية وإحنا كان عندنا يعني جهود بحثية كبيرة ويمكن مجال البحث في موضوع الأرز كان من المجالات الرائده بالنسبه للمراكز البحثيه المتخصصه واحنا يمكن اخذنا اكثر من شهاده دوليه في استنباط اصناف جديده من الارز بتكون ليها قدره انتاجيه اعلى وبتحمل الظروف بشكل افضل فالحقيقه كل دي كانت مجالات داعمه وفي النهايه لو في اي فلاح يعني حاول ان هو يخالف او يبوظ البيئه او يبوظ ارضه او يبوظ انتاجيته كل ده في النهايه بينعكس عليه ب يعني عقوبات او في اجراءات في الحياة من المحاضر وما الى ذلك وده كله بيكون له مردود ولكن برضه هرجع تاني اقول الفلاح المصري فلاح ذكي وفلاح واعي ودايما بيكون حريص على نفسه والحفاظ على نفسه وعلى انتاجيته وهو لما بيلاقي فيه مردود ايجابي لنشاط معين هو نفسه بيسعى ليه وبيجري ان هو يحول هذا المتبقي او هذه المتبقيات الى مصدر دخل بالنسبه نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه كل الشكر لك انطلقت فعاليات النسخه الخامسه من برنامج نجوم مصريه ستارز واللي بيتم تدشينها بهدف دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وبيتم كمان تنظيم الفعاليات بالتعاون ما بين وأسست حياه كريمه ومكتبه الاسكندريه عشان نعرف تفصيل اكتر معانا على تليفون الدكتوره مروه الوكيل رئيس قطاع البحث الاكاديمي بمكتبه الاسكندريه صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين يا اهلا بيك يا فندم احنا في فعاليات النسخه الخامسه من هذا البرنامج عايزين نفهم اكتر ايه اهم الفعاليات اللي موجوده في هذه النسخه دي الحقيقه الحقيقه احنا اطلقنا بالامس النسخه الخامسه من برنامج ستارز في يعني محافظه الغربيه وخاصه المدينة طنطا وجامعه طنطا والحقيقة أنه البرنامج أو برنامج ستارز بدأ بإطلاق مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة للبرنامج احتفالاً باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس ويعني والحقيقة المستهدف من هذا البرنامج هو الشباب الجامعة بدأنا بعدد من المحافظات محافظة الاسكندريه ثم البحيره ثم الآن نحن في طنطا طبعا في الغربيه والحقيقه هو يعني برنامج تدريبي شامل للشباب الجامعي الهدف منه هو بناء القدرات واعطائهم الكثير من المعارف والمهارات اللي تقدر تاهلهم لسوق العمل وتقدر تاهلهم لتحديات المستقبل في عدد من المكونات الكثيره الحقيقه في هذا التدريب وله خصوصيه شديده لانه احنا بنحاول نجمع ما بين المستقبل والماضي يعني بنتكلم على التراث والهويه المصريه والشخصيه المصريه وبناء الشخصيه المصريه وده هام جدا نبقى عارفين اولادنا وشبابنا يبقوا عارفين هم واقفين فين وهم مين مم. وفي نفس الوقت بنتكلم على التنميه المستدامه وبنتكلم على وظائف المستقبل والوظائف الخضراء بنتحدث عن الابتكار وثقافه الابتكار بنتحدث ايضا عن او بندربهم على رياده الاعمال والحقيقه ان هناك دعم مادي من مؤسسه حياه كريمه لهذا الامر بيصل الى خمسة مليون جنيه بالاضافه طبعا لجزء مهم جدا وهو الحروب الادراكيه والشائعات والمعلومات المضلله وغيره وازاي شبابنا يقدر يواجه ده في ظل التحديات اللي حضراتكم يعني شايفينها والمعلومات المغلوطه والشائعات وغيره من من التحديات وكل ده الحقيقه مكتبه اسكندريه بتقدمه من خلال مراكزها البحثيه المختلفه والمدربين من مكتبه الاسكندريه بالاضافه لتفاعل طبعا للقضيه الفلسطينيه ودور مصر في القضيه الفلسطينيه من خلال مؤسسه حياه كريمه والحياة هي شراكه يعني ناجحه ومميزه وردود الافعال اللي احنا بنتلقاها والنجاح اللي احنا شايفينه والتفاعل مع الشباب يعني سعداء جدا امبارح كانت نسخه يعني خاصه واحتفاء في طنطا بينا شديد وده بيتزامن كمان مع احتفال مكتبه الاسكندريه بعيدها الثاني والعشرين ان احنا نتواجد في المحافظات ومع شبابنا ومع اهلنا ده شيء مهم جدا. دكتوره مروه تقريبا عدد المستفيدين من فعاليات النسخه الخامسه قد ايه؟ احنا في كل مره بيبقى فيه حوالي مائة طالب من طلاب الجامعه والحقيقه انه في جامعه طنطا يعني جامعه طنطا استضافت عدد كبير من الطلاب من جامعات مختلفه يعني سواء جامعات خاصه او جامعات تكنولوجيه او جامعه طنطا نفسها. وبيتم اختيارهم بناء على ايه؟ شكل. معايير اختيار الطلبه بتبقى بناء على ايه؟ هو الحقيقه احنا بنعلن عن البرنامج. وبيبقى فيه رابط للتقديم بيتقدم الطلبه وبنختار منهم 100 طالب يكونوا بنحاول على قد ما نقدر ان يكونوا من كليات مختلفه ومن تخصصات مختلفه عشان يبقى التفاعل اكبر والاستفاده اكثر ونعظم انه الشباب دول بنطلب منهم ان انتم لما ترجعوا كلياتكم تتحدثوا عن ستارز وتدعوا زملائكم الاخرين ان هم يتقدموا لهذا البرنامج ويستفيدوا منه. طيب ايه ابرز يا فندم المجالات اللي موجوده في هذا البرنامج؟ زي ما قلت لحضراتكم احنا يعني مركزين على يعني توليفه او نوع من انواع التركيبه اللي تتعلق بالمستقبل وبالماضي بنكلمهم على انه يعني ايه التراث يعني ايه هويتنا احنا كمصريين آه يعني الشخصيه المصريه ايه الحضارات والثقافات المختلفه آه اللي مرت علينا آه وازاي انه هذا التراث وهذه الهويه ممكن الاستفاده منها مش هي مجرد شعارات وكلام لكن طبعا. ممكن الاستفاده منها في سوق العمل آه وبنودين نماذج وامثله ازاي ان انت تطور هذا التراث ويصبح مثلا مهنه ليك وان الموهبه او الحرفه او التراث والتاريخ ده ممكن يتحول الى شيء هام ومصدر للدخل وتمكين اقتصادي مش مجرد ده طبعا انه يبقى بيرفع وعينا ونبقى احنا عارفين احنا مين في جزء برضو خاص بيه التركيز قوي على فكره الابتكار والاختراع على اساس الولاد الشباب عندهم افكار كتير وعندهم طاقات عايزين ان هم يعني يفرغوها في مجالات زي كده الحقيقه رياده الاعمال برضو ايضا يعني مكون هام جدا وسواء مكتبه الاسكندريه او مؤسسه حياه كريمه بنؤمن يعني انه الشباب محتاج هذا الدعم ومحتاج هذا المسار لانه هيساعدوا كتير جدا في انه في شباب كتير عندها افكار حلوه بس مش عارفه انها تطبقها وتصبح هذه الافكار برضو ايضا مصدر دخل ليها في جزء خاص زي ما قلت قبل كده الحروب الادراكيه والشائعات وغيره لان الحقيقه احنا برضو نكتشف ان الولاد يعني قاعدين على السوشيال ميديا بيصنعوا اخبار من كل مكان مش مش دايما بتبقى الاخبار دي موثوقه ومش دايما بتبقى يعني من مصادر صحيحه وبتحدث بلبله كثيره فالحقيقه بنحاول نفهمهم ازاي ان انت تحصل على المعلومه، ازاي ان انت تواجه الشائعه، ازاي ان انت ما تكونش سبب في انتشار هذه الشائعه او انك انت تبقى معول حدم في مجتمعك او في المنطقه اللي انت فيها او في الكليه اللي انت فيها وغيره بقى الحقيقه نتكلم طبعا عن التنميه المستدامه واهدافها الامميه واجنده مصر 2030 لانه الحقيقه يعني قضايا التنميه المستدامه والقضايا البيئيه اصبحت برضو ايضا يعني قضايا هامه جدا والشباب لازم يبقى عندهم وعي ومسؤوليه تجاه هذه القضايا بنتكلم بقى على وظائف المستقبل يعني بنقول المستقبل شكله ايه؟ ايه اللي جاي؟ في وظائف هتندثر في وظائف هتظهر فبالتالي انت لازم تتسلح باي مهارات بنكلمهم كمان على المهارات العامه والمهارات الشخصيه إزاي تقدم نفسك ازاي تتكلم ازاي تحاور ازاي ال ال آه. الشخصيه دي مهمه جدا طبعا في اي وظيفه هيقدموا ليها يمكن دي من الحاجات اللي بيسموها الانتربرسونال سكيلز دي بيهتموا بيها جدا في كل الوظائف بشكرك شكرا جزيلا دكتوره مروه الوكيل رئيس قطاع البحث الاكاديمي بمكتبه الاسكندريه ودي كانت النسخه الخامسه من برنامج نجوم مصريه ستايس دلوقتي مشاهدينا بعد موجز الاهم الاخبار مع محمد شكرا جزيلا الثامنه صباحا بتوقيت القاهره الخامسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكثيف مساعي المجتمع الدولي للعمل على وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة والانخراط في مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بهدف استعادة الاستقرار الاقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء الهولندي حيث أشار الرئيس السيسي إلى استمرار جهود مصر للدفع في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ولبنان. كما تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي. التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجموعه حزب الشعب الاوروبي في البرلمان الاوروبي مانفريد فيبر واكد رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجيه القائمه بين مصر والاتحاد الاوروبي مشيرا الى استعداد مجلس النواب للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الاوروبي وتطلع لدعم مجموعه حزب الشعب الاوروبي لتعزيز علاقه الشراكه المصريه الاوروبيه استقبل وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي منسق الشؤون الانسانيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله نائب المنسق الاممي الخاص لعمليه السلام في الشرق الاوسط مهند هادي وذلك لبحث ابرز التطورات ذات الصله بالعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزه واكد وزير الخارجيه دعم مصر لجهود منسق الشؤون الانسانيه وخاصه في هذا التوقيت الذي يشهد فيه قطاع غزه كارثه انسانيه فادحه معرباً عن إدانة مصر للإجراءات الإسرائيلية شمال قطاع غزة وكافة العراقيل التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، بالإضافة لاستهدافها العاملين بالمجال الإنساني ومحاولة تقويض عمل وتصفية نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا حذرت رئاسة الفلسطينية من عواقب تصويت الكنيسة الإسرائيلية على قانون ضد وكالة أونروا لغوث اللاجئين والفلسطينيين واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قانون الكنيسة بشأن أونروا يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازا للمجتمع الدولي بأسره مشيرة إلى أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسله عمليات استهدفت مواقع عسكريه تابعه للاحتلال في الجنوب اللبناني المحتل وشمال اسرائيل واوضح حزب الله انه قصف قاعده بحريه اسرائيليه قرب حيفا بالصواريخ واستهدف شركه يوديفاد للصناعات العسكريه جنوب شرق عكا بمسيره كما استهدف للمره الرابعه تجمعاً لقوات الاحتلال عند بوابه فاطمه برشقه صاروخيه وتجمعا بين مستوطنتي المناره ومرج فضلا عن استهداف مستوطنه كرياتشمونة جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي تخصيص 530 مليون دولار لتسريع تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر المعروف بالشعاع الحديدي ليتمكن من اعتراض جميع القذائف التي يطلقها حزب الله أعلنت قوات الحوثي أنها نفذت ثلاث عمليات استهدفت سفنا في البحر الأحمر وبحر العرب موضحة أن الهجمات شملت ضربات بصواريخ باليستية استهدفت السفينة موتارو وفي البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقال يحيى سريع المتحدث العسكري لقوات الحوثي إنه تم استهداف السفينة ميرسك كولن في بحر العرب بصاروخ والسفينة مونتريال في بحر العرب بطائرتين مسيرتين. وجهت الولايات المتحدة تحذيرا لايران في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة من انها ستواجه عواقب وخيمة إذا نفذت أي هجمات أخرى على اسرائيل أو العسكريين الامريكيين في الشرق الأوسط. وقالت السفيره الامريكيه لدى الامم المتحده ليندا جرينفيلد امام مجلس الامن قالت ان واشنطن لن تتردد في اتخاذ اجراءات دفاعا عن النفس ولا تريد ان ترى مزيدا من التصعيد مشيره الى ان ما حدث يجب ان يكون نهايه التبادل المباشر لاطلاق النار بين اسرائيل وايران نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من انباء بشان قطع النخيل والاشجار النادره بحديقه الارمان التاريخيه تزامنا مع تنفيذ خطه لتطويرها واوضح المركز الاعلامي انه بالتواصل مع وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي نفت الوزاره تلك الانباء مؤكده انه لا اساس لها من الصحه وان ما يحدث فقط هو عمليه احلال وتجديد للبنيه التحتيه للحديقه دون المساس باي من الاشجار التاريخيه او اضافه اي مبان دخيله على الحديقه باعتبارها ارثا حضريا كبيرا وكنزا نباتيا هاما انتهى موجز الثامنه عوده لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر اهلا بكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه محليا وعالميا الاتحاد المصري لكرة القدم خصص طائرة خاصة لنقل منتخب مصر الأول إلى كاب فيردي لمواجهة منتخبها يوم 15 نوفمبر المقبل في تصفيات أفريقيا امبارح النادي الأهلي خاض ميرانو الختامي على استاد القاهرة استعداداً لمباراة العين الإماراتي اللي هتقام النهاردة في كأس انتركونتيننتال ادى الفريق تدريباته بحضور وسائل الاعلام خلال الربع ساعه الاولى من المران اشتمل مران الفريق على تدريبات بدنيه خفيفه وتنفيذ الجوانب الخططيه في تدريبات الكره كمان عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران نادي جنوى الإيطالي أعلن بشكل رسمي ضم المهاجم المخضرم ماريو بالوتيلي في صفقة انتقال حر ووقع اللاعب الإيطالي عقد مع ناديه الجديد لمدة موسم واحد فقط مدرب الألماني هانز فلاك المدير الفني لفريق برشلونة توج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني ليجا عن شهر أكتوبر بعدما قاد فريق برشلونة للفوز بالمباريات في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا نادي مانشستر يونايتد الانجليزي اعلن رحيل مدربه الهولندي اريك تين هاج من منصبه كمدرب للفريق وذلك على خلفيه تراجع نتائج الفريق في الفتره الاخيره النجم لامين يامال لاعب فريق برشلونه توج بجائزه افضل لاعب صاعد في حفل الكره الذهبيه 2024 البالون دور اللي اقيم امبارح بالعاصمه الفرنسيه باريس فريق ريال مدريد توج بجائزة أفضل فريق في العالم بحفل الكرة الذهبية البالون دور 2024 واللي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، كمان فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة أفضل مدرب لهذا العام. توج الاسباني رودري لاعب مانشستر سيتي بجائزه افضل لاعب لعام 2024 في حفل الكره الذهبيه البالون دور اللي اقيم بالعاصمه الفرنسيه باريس وسط حضور راقي من نجوم ونجمات العالم في اللعبه خلصت نشرتنا الرياضيه نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد وبسنت شكرا ليك يا محمد الجماهير المصريه في الحقيقه بتنتظر النهارده مباراة فريق النادي الاهلي امام العين الاماراتي في اولى مبارياته بكأس الانتركونتيننتال واللي بيسعى الفريق الاحمر لحسمها وملاقاة الفائز من بطل امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه في نصف نهائي البطوله ماتش مهم قوي يا طبعا بكل يعني... تأكيد ومش سهل على الاطلاق يعني طبعا, طبعاً. لازم نعرف ازاي كولر هيتعامل مع هذا الماتش وهذه المباراة تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها، طرق اللعب، الافكار كمان اللي هيعتمد عليها المدير الفني في مواجهة فريق العين الاماراتي، كل هذه التفاصيل هيعرفنا عليها دلوقتي الاستاذ محمد عفيفي النقد والمعلق الرياضي اللي منورنا، صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير، صباح الخير بسنتي هانم، صباح الخير استاذ محمد، وصباح الخير كل المشاهدين صباح بمضح. الخير يا مصر. يا اهلا بيك، كولر ازاي هيبدا هذه المباراة وازاي هيتعامل مع العين الاماراتي؟ فريق قوي والسكواد بتاعه عالي جدا، وفريق لا يستهان به على الاطلاق. صحيح 100% لديها عيوب كثيرة ولكن لديها قوة هجومية كبيرة فعليك أن تبدأ بالتركيز التركيز العالي لأنه لا مجال للهفوات الدفاعية التي سقط فيها النادي الأهلي في مباراتي السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك الأولى ومباراة السوبر المصري تحديدا مباراة النهائي أمام نادي الزمالك أيضا المباراة الثانية المباراتين نقدر نحدد عليهم قيمة الأهلي الفنية في بداية موسم كروي مليء بالازدحام سواء كان بدايته عالميه مع الانتركونتيننتال او كاس العالم للقارات للانديه ابطال القارات وده هيكون دور تاني بالنسبه للنادي الاهلي كونه معفى من الدور الاول اللي واجه فيه العين الاماراتي اوكلاند سيتي النيوزيلندي طيب الاهلي النهارده يتوج بكاس اه يتوج بكاس لكن ما وصلش للنهائي النهائي بتاع ريال مدريد رأى مستني فيه لوحده بطل الوحش برد. ده لسه قدامه شويه الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش زي <applause> <applause> ما حتى في التعليق غالبا <applause> يعني انه مستني في الفاينل لكن مين هيروح لبطل أمريكا الجنوبية زي ما بسانت هانم قالت والقادم من كأس البرتادورس بطل أمريكا الجنوبية وفريق باتشوكا المكسيكي اللي هو موجود منتظر من يأتي وغالبا يكون نهائي برازيلي خالص في في كأس البرتادورس على على إثر مباريات الذهاب والنهارده الفجر بالمناسبة في مباريات العودة في كأس البرتادورس كده كده نستنى ناخد الخطوة بخطوتها مباراة النهارده مباراة مهمة تفوز تبقى بطل أسيا أفريقيا أو شكل مختلف لبطولة عام 2000 افتكر أو كم كان المفروض الزمالك يشارك فيها ولم تقام هذه البطوله او لم تفعل فعلا بعد وضعها الاهلي محتاج هذه البطوله لانها خطوه مهمه بالنسبه لمشوار النادي الاهلي سواء كان في البطولات المحليه او دوري ابطال افريقيا اللي هو العين عليه بعد ما تم استبعاد بطوله الدوري السوبر اللي كانت برعايه اوروبيه بشكل مختلف من اجل التجربه فما موجوده خلاص لكن الفيفا بينظر لمصر بشكل مختلف حتى المباراه دي هتكون في استاد القاهره بعد نجاح دوري السوبر واستضافه مصر لهذا الحدث والمشاركات الاوروبيه اللي كانت بتتكلم عن هذا الامر. فنيا الاهلي قادر على الفوز بهذه المباراه. العين الاماراتي عنده قدرات هجوميه جباره. وعنده نجوم كمان. عنده نجوم ومتوسط المبالغ الماديه اللي بتقدم هؤلاء اللاعبين اعلى تقريبا اكثر من <applause> كتير يعني مبلغ كبير قوي مش <تصفيق> <تصفيق> يعني مبلغ كبير يعني في في, في فجوه ولكن واقعيا كرويا لعيبه الاهلي اعلى يعني بالكوره بالفنيات بالعقل الكروي الاهلي اعلى بكتير عندهم اخطاء دفاعيه عندهم اخطاء دفاعيه بالجمله ايوه ايه هي بقى الاخطاء الدفاعيه وعايز اعرف الـ الـ يعني في ظل النجوم الموجودين دول هل الاهلي هيدافع هيلعب دفاع كولر هيستخدم العيبة بتاعته دفاع اكتر هيبتدي المباراه ازاي؟ لا يمكن ان يلعب دفاعيا بشكل صريح مارسيل ليه كولير. بقى؟ لانه في استاد القاهره لانه في ضغط جماهيري لانها مباراه واحده فيجب ان يديرها بذكاء مشكله مارسيل كولر في المباراه الواحده يعني دايما في المباريات اللي هي نوك اوت آه خروج مغلوب من مباراه واحده مفيش فيش تعويض في استاد القاهره فبتحس انه الامر بالنسبه له معقد نسبيا او ادارته للمباراه ممكن تفلت منه على هفوه فنيه في مثل هذه المباريات استغلال انصاف الفرص هجوميه لازم ان تضغط هجوميا لانه زي ما بقول عن انه الاماراتي عنده قوه هجوميه جباره بما فيها كاكاو هذا اللاعب البرازيلي المحترف فيها تشكيله او سفيان رحيمي طبعا اللاعب المغربي ماتياس بالاسيوس او محمد عباسي هذا اللاعب الاماراتي الجنسيه رباعي هجومي ثقيل جدا موجود في الثلث الهجومي لكن عنده مثلا خالد عيسى الحارس من الحراس اللي ما عندهمش قدره على التعامل مع تصويبات من بره بشكل كبير واستقبل كتير من الاهداف في هذا الموسم سواء كان محلينا او اسويا في دوري ابطال اسيا حتى وان توج بدوري ابطال اسيا الموسم اللي فات لانه حارس مش بالكفاءه العاليه مع تسديدات امام عاشور ان استغل هذه طيب الامكانيه هيكون عنده قدره جباره مروان لما بي... بيقرر انه يسدد حسين الشحات لما بيقطم على جوه زي محمد صلاح كده مع ليفربول مع اختلاف التشبيه وانه ياخد القرار بالتسديد او بيرسي تاو ان بدا هذه المباراه في الجهه العكسيه التسديدات هتكون حل من الحلول اوبشن فني جبار بالنسبه للنادي الاهلي لانه كمان الضغط من كوامي اوتو اللاعب الايفواري المحترف كاستوبر او سيرد باك وفابيو كاردوزو فابيو كاردوزو يمكن هو المدافع الاتقل جاي اعاره من بورتو البرتغالي لاعب مدفوع فيه كتير ولاعب من اللاعبين المؤثرين لكن لوحده كقلب دفاع في العين الاماراتي ثغره لانه في جبهه تانية اللي هي السوبر المال ناحيه الشمال ضعيف نسبيا مع لاعب ظهير ايسر ضعيف ايضا بيطير هجوميا وما بيردش دفاعاً ففي ثغره الجهه دي ما فيش محمد هاني موجود عندنا لان محمد هاني مصاب لكن عمر كمال عبد الواحد هيبدا هذه المباراه جميل وهيستغله مارسيل كولر في فكره الانطلاقات بس لازم يكون في دعم من نص الملعب للضم على عمر كمان عبد الواحد لانه الراجل الظهير الايسر بتاعهم تقيل جدا في انطلاقاته ممكن يبقى فيه ثغره وراه لكن ممكن كمان هو يعمل لك ثغره لو ضغط عليك بشكل كبير في حجمك فهي محتاجه تركة فنيه مع الانضباط التكتيكي في التغطيه م. على كل ظهير هيطلع يتقدم فيه ناحيه طيب جميل شناوي انا اسفه جدا عندي لا النهارده خبره لازم الخبرات في مثل هذه المباريات طيب جميل اتكلمت قلت ان النادي الاهلي كان عنده هفوات دفاعيه في مباراه السوبر الافريقي والسوبر المصري ايضا صح. هل غياب محمد عبد المنعم فارق اكيد فارق 100% لكن الاهلي كبير يعني فكره انه خرج لاعب تطور في السنوات الاخيره بشكل كبير جدا كاستوبر كقلب دفاع تفاهمه كان مع رامي ربيع حتى في الفتره او ياسر ابراهيم لكن يبقى الاهلي بتقله هو جاب اشرف داري الدولي المغربي المحترف في التشكيله بالنسبه للنادي الاهلي اشرف داري مش هيبدا المباراه عشان نبقى واقعيين في مثل هذه المباريات ما تغيرش في الاماكن الحساسه يعني حراسه المرمى ما بتلعبش فيها القلبي الدفاع ما تلعبش فيهم او الرباع بتاع خط بلاش الا في الحالات الاستثنائيه قوي والاهلي مرهق فانا اشوف انه ياسر ابراهيم مع رامي ربيعه الاثنين كفاءه الاثنين فاهمين بعض اكتر الاثنين هياخدوا قدره على التعامل او عندهم قدره على التعامل مع فكره تحجيم سفيان رحيمي سفيان رحيمي زادت قيمته قوي بشكل كبير لما كان احد عناصر المنتخب المغربي اللي توج بالبرونزيه الاولمبيه في باريس م. 2024 من اللاعبين فوق السن التقال الموجودين اللي بيتالقوا ويحترف اوروبا هي يقدر ان هو يبقى تقيل لكن هو مع العين الاماراتي وافتكر انه هذا اللعب ان تم تحجيمه لانه معدل اهدافه مع العين حتى وان العين بيستقبل لكن معدل اهداف الراجل ده لوحده كده واحد ونص هدف في المباراه فمعنى كده انه بيسجل في كل المباريات <applause> فتحجم الراجل ده مع كاكاو كاكاو راجل جناح بيخش العمق في شيفت ما بينه وما بين بلاسيوس لو اتحجم السورس المصدر من الاثنين دول انت كده حجمت نص خطوره سفيان الحامي وتقدر ان انت تتعامل بس نص الملعب على الادوات اللي في نص الملعب يعني ممكن يبدا بكوكا في نص ملعب النهارده الى جوار م. امام عاشور ومروان علشان يبقى كوكا ومروان اثنين عناصر تعطيل الهجمه وبناء الهجمه بالنسبه للعين الامارات لانه مصدر قوته في نص ملعب طيب العين الاماراتي في دوري ابطال اسيا خسر 5 4 اخر مباراه ليه ومن الهلال السعودي والجمعه اللي فاتت اتعادل 1 1 فهل النهارده نقدر نقول انه يعني حراسه المرمى عندهم فيها ثغره كبيره يعني ما يدخل فيهم خمس تجوال ده يعني نقدر نلعب عليه الاهلي يقدر يعتمد عليه الدفاع كمان عند العين يعني مش صحيح. مش قوي قوي عنده ثغرات كثيره هل النهارده ده اللي الاهلي يعول عليه 100% يجب استغلال اوبشن او حل من الحلول اللي هي التسديد على مرمى خالد عيسى لكن انه فكره الانضباط انت هتهاجم بس ما تعملش ثغرات في نص ملعبك يعني لو تهاجم عليك ممكن يبقى في غلطه في دفاعك او في نص ملعبك مع الوقفه الدفاعيه بتاعتك تعمل لك كارثه والاهلي حصل كده اكتر من مره لانه لو حللنا الاداء في كتير من الحالات الفنيه اللي كانت في مباراه الزمالك الاولى او مباراه الزمالك او حتى مباراه سيراميكا كليوباترا لكان في ثغرات في نص الملعب ودي اللي كانت بتهيئ الفريق المنافس او بتهيئ الزمالك او سيراميكا حتى انه يهاجم بشكل اخطر على النادي الاهلي فيه فيه في صغر في مساحه فبيقدر اللعيبه ان هم حتى هدف سيراميكا اللي سجل فيه مرمى النادي الاهلي كان بصغرة من الطرف ودخل في العمق فمرر باريحيه المقابله الاندفاع بتاع المدافعين ان هم بيطلعوا ازاي وبيتاخروا ازاي ويكون في تفاهم ولذلك قلت انه اشرف داني ممكن ما يبداش في نص الملعب وكوكا يبدا في نص الملعب النهارده لانه عنصر مهم قوي في الربط ما بين ثلث الدفاع وثلث الهجوم تمام يبدا بيهجم بمين واحنا شفنا في المباراه الاخيره مع الزمالك في السوبر المصري اول 10 دقائق كان الاهلي مسيطر على الكوره وكان فيها هجمات بس كانت كلها بعيده تماما عن المرمى كان في اه ان احنا حاضرين ونادي الاهلي حاضر وموجود لكن الفينش زي ما بنقول مش موجود الهدف مش موجود 100% أه أه بنتكلم عن اسامه ابو علي هو هو المهاجم الاول في النادي الاهلي صحيح شعر ببعض الاصابات او ببعض الالام في أه العضلات الالام العضليه ممكن كان يقال ان في اصابه او كده لكن هو تدرب التدريب الاخير بشكل أه هو على ما يبدو ان هو ارتاح زياده بعد الدوري أه نسبيا يعني يعني. هو بس دخل على ضغط كبير أوه. والضغط الذهني كمان بيأثر على عضلات اللاعبين والرياضيين عارفين كويس قوي ان فكره انك بتفكر كل مباراه تقريبا دلوقتي ان النادي الاهلي ببطوله يعني مباراه النهارده هي نقل المرحله بطولة في حد ذاتها ونقله المرحله ثانيه بالظبط انت لعبت كاس بطوله مبارتين كاس بطوله فالضغط النفسي والضغط وانت المهاجم الاول للنادي الاهلي وضغط الجماهير في فكره انه انا لازم اسجل لان انت الملك على ارض الملعب فاللعب كله علشانك فضغط بشكل او باخر لكن هو لاعب محترف اسامه ابو علي فكرة هيبدا المباراه النهارده كهربا وجوده بعد الاعتذار دخل قائمه النادي الاهلي مش هيبدا المباراه عشان نبقى واقعيين لكن قد لكن يكون موجود النهارده وبديل مهم لانه الاهلي بدون كهرباء. هيبقى في فجوه في الثلث الهجومي والاهلي محتاج في يناير انه يجيب مهاجم تقيل عشان نبقى واقعيين يكون شايل في غياب اسامه ابو علي بيرسي تاو وحسن الشحات اثنين اجنحه عليهم العين في الاداء الدفاعي والهجومي النهارده الكل يلعب انا اعتقد كهربا لو نزل النهارده هنشوف نسخه مختلفه من كهربا اكيد م. لانه عايز يثبت ازاي اه كانك بتتعامل مثلا مع لعيب تمت اعارته ورجع تاني هو الراجل كان خلاص في كلام كتير على انه خلاص ماشي وبعد الصلح ما تم خلاص الراجل موجود وموجود في التشكيل فهيلعب صحيح. فاعتقد ان احنا منتظرين نشوف نسخه مختلفه شويه من كهربا النهارده رؤيه 100% لانه سايكولوجيا كهربا لما بيتحط تحت ضغط بيخرج افضل ما لديه اول ما جه ما بعد الايقاف الطويل سجل في مرمى الزمالك سجل ستة اهداف في مباريات مختلفه وليست متتاليه ولكن كان قوه هجوميه بالنسبه للنادي الاهلي جباره فوجود النهارده كهربا على ذكر الولاء بعد الاعتذار وحتى كهربا في اكثر من مره عندما يقال انه مش هيبدا الموسم مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت هينتقل في يناير للمملكه العربيه السعوديه و و و لكن لما بيرجع بيثبت الذات ومهم جدا في اسكواد النادي الاهلي النهارده ان هو يكون موجود على ذكر الولاء حتى لو ما المباراه طب في كلام كتير قوي على اكرم توفيق هيلعب فين خط الوسط ولا باك يعني هو مارسيل كولر استقر على انه أكرم مش هيبدأ المباراة كوكا هيبدأ المباراة للواجبات للانضباط في نص الملعب أكرم ممكن يبدأ باك يمين بس الـ 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 يعني ما ما يدور في كواليس المعسكر الأخير إنه لأ عمر كمال عبد الواحد هو اللي هيكون في الجهة اليمنى لأدواره الهجومية علشان زي ما قلنا الراجل اللي هو الظهير الأيسر لفريق العين الإماراتي عنده قدرات هجومية بيندفع بشكل كبير جدا لكن وراه بيبقى فيه فجوة مساحة فعمر كمال في الجهة دي كأداة هجومية يقدر يسد يطير ولما يطير زي ما بقول حتى في بيسهل حاجات كتير هجوميا، لكن مين يغطي وراه؟ فعمر كمال عبد الواحد مهم جدا وافتكر ان مارسيل كولر استقر على انه عمر كمال عبد الواحد هو اللي يقود الجهه اليمنى للنادي الاهلي عشان يلعب على ايريك اللي هو الظهير الايسر اللي هي العين الاماراتي، اكرم قد يكون بديل مهم بس بديل عمر مقرع. عمر يعني هجومي اكتر هجومي اكتر علشان يستغل المساحه لورا ايريك اللاعب الظهير الايسر، لكن الانضباط في فكره انه كوكا لما يكون في نص الملعب يبدا يغطي على عمر، ما هو التحرك اللي بيحصل في كيفيه خروج عمر كمال عبد الواحد فمين هيغطي وراه؟ الاداء الدفاعي وكمان الجناح في حاله العوده لازم يكون من هذه الجهه مثلا هيكون بيرسي تاو فبيرسي تاو لازم يكون عنده ادوار دفاعيه يرحل لازم يكون في تحرك مدروس ومحسوب لانه القوه الهجوميه هنا هتشتغل الاثنين مين عنده اقوى نص ملعب افتكر انه امام عاشور يتقل مم. مع مروان عطيه مع كوكة في واجباته يتقل نص ملعب نادي الاهلي العين على دفاع نادي الاهلي مم. الرباعي مم. حتى يحيى عطيه الله في الجبهه الشمال جاي اسالك عنه دلوقتي ايه رايك فيه تقدر تقيمه دلوقتي ولا لسه قدامه شويه ما افتكرش انه اخرج 25% من عنده اللي عمله مع في في المملكه المغربيه مع الوداد اللي عمله في مسيرته بشكل عام مع المنتخب المملكه المغربيه لا يا الله لم يخرج افضل من دي يا الله تسبب سواء كان ضاع ركل جزاء في مباراة السوبر الافريقي او حتى في الهدف اللي سجل اصلا من نادي الزمالك ناصر منسي في مباراة السوبر الافريقي يعني لسه ما انسجمش قوي ما اقدرش احكم عليه عشان مظلموش لاعب كبير وتقيل لكن برضه هو شايل جبهه احنا دايما في ذهننا العقل الباطن دايما بيذكرنا بعلي معلول طبعا فعلي معلول اداه دفاعيه اداه هجوميه شايل لك الجبهه الشمال سنين وسنين فسايب ارث تقيل قوي علي حياه الله فانا شايف انه لا هو لاعب كبير ومؤثر لكن ما فيش ما هو المتاح الان انت دفعت صفقه كبيره فلازم ان الراجل ده يكون موجود لانه خبره وبرضه ممكن في مثل هذه المباريات يطلع بقى اللي عنده بجد يستفز فنيا هو محتاج ان هو يستفز فنيا مش عارف انه اشوف انه لغايه دلوقتي ما حد يستفزه او مارسيل كولر بالمباريات الكبيره تستفزه قوي لدرجه انه يخرج فعلا دي الله الحقيقي وقد لا ينسجم عشان نبقى واقعيين مش هو لاعب متالق وجامد وجاي من المملكه بشكل كبير وكان احد نجوم مونديال مم. في فترة 2022 في كرابع العالم مع منتخب المملكه المغربيه انه لازم يتالق مع النادي الاهلي هي كيمياء لغايه دلوقتي شايف انه 25 30% من امكانياته اللي ظهرت مع النادي الاهلي لكن مهم وجوده على ارض الملعب طبعا. طب ازاي كولر هيعالج بطء رامي ربيعه وياسر ابراهيم؟ اه مشكله دي ملهاش علاج لانه الاثنين طبيعتهم ابطا من سفيان رحيمي آه. واقعيا لكن العين على الرؤيه هو سؤال مهم على فكره يعني بس انت دخلت في حته <applause> علاجها لازم بالشوكه والسكين <applause> صعب صعب لانه دي امكانيات اشرف داري قد يكون حل في الفتره اللي جايه ما بتكلمش عن مباراه النهارده لانه خلاص احنا بنتكلم عن واقع واقع انه الاتنين اللي موجودين كاستوبرين لازم يكون تحركهم تحرك مدروس واقفين على الخط واحد الراجل ده بيخطف بيسرق بس الاهم علشان يعالج ده انه اصلا الكره ما تروحش لسفيان رحيمي فيريح المدافعين م. فيبقى السورس او المصدر اللي جاي الهجمه اصلا من قبل ما توصل لهناك بالظبط كاكاو أوه. يتحجم الراجل بلاسيوس ماتياس بلاسيوس يتحجم الراجل محمد عباس يتحجم بارك يونج حتى من نص الملعب ما يسددش هو وتراوري آه تراوري ان بدا هذه المباراه لاعب صغير السن كده مواليد 2005 لكن بياخد دور الراجل الاساسي اللي موجود في قلب نص الملعب ولو تراوري بدا النهارده يكون صغر في نص ملعب آه العين الاماراتي افتكر انه ممكن يلعب عليها النادي الاهلي في الاختراقات وتحديدا امام عاشور وتحركاته باللامركزية مركزيه مم. ما بينه وما بين الرباعي اللي في خط الهجوم طيب توقعاتك للتشكيل ولو النادي الاهلي احرز في بدايه المباراه شكل المباراة هيكون عامل ازاي آه، التشكيل مش هيخرج زي ما قلنا عن اللاعبين اللي هم اتكلمنا عنهم آه، محمد شناوي عطيه الله آه، عمر كمال عبد الواحد ياسر ابراهيم رامي ربيعه آه، مروان عطيه امام عاشور آه، كوكا هيبدا في نص الملعب حسين شحات بيرسي تاو افتكر ان هو يبدا المباراه النهارده ووسام ابو علي مش هيبقى فيه لعب في القوام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي نتيجه المباراه يقدر النادي الاهلي لو سجل من البدايه يبدا يتحكم في التيمبو والريتمو الايقاع مع ضغط الجمهور ولا يريح <أه> يعني لني... لا, انا اقول لك دي, دي اللاعب آه آه المصري يعني ب... كافه آه المصري اه بس الاهلي عنده ميزه من زمان يقول لك مم. لو ما سجلش في اول ربع ساعه هيعاني الاهلي مم. فالاهلي فعلا محتاج يسجل في البدايه مم. صعب الامور على نفسه شويه الاهلي لما ما مسجلش في البدايه بيعاني ولو ما سجلش الهدف وامنه بهدف ثاني بيعاني برضه وده حصل في مباريات شفناها امام الزمالك امام سيراميكا امام الزمالك فالاهلي محتاج يسجل من بدري ويهيمن بهدف ثاني يدوس ما ينامش ما يريحش وما ياخدش ثقه في الذات بزياده والمباراه دي هتبين قوه نادي الاهلي الحقيقيه لانه في كل مره من المرات سواء كان واجه الزمالك في المره الاولى سيراميكا او الزمالك في المره الثانيه الزمالك كان بيلعب آه، سوري الاهلي كان بيلعب بكبرياء بزياده شويه مم. انا جامد فده كان بيوقعه وركلات الحظ الترجيحيه رجحت كفته في نهائي السوبر المصري لكن ما رجحتش كفته نهائي السوبر الافريقي اللي كان هو فيه الافضل حتى لحظات اخيره لما اتخطف بالخطا الدفاع ففكره انه العب بواقعيه مش بتعالي على الكوره هتوصل ان الاهلي تقيل قوي بس ازاي يشغل الثقل ده على ارض الملعب فنيا مع عقليه لاعبين احيانا مارسيل كولر ما بيقدرش يتحكم فيها للاسف فانت لا حيله طب لو اتعادلوا هيكون في اكسترا تايم الواقع لغايه دلوقتي بيقول ان هيبقى في اكسترا تايم ثم ركلات ترجيح برضو في بعض الحاجات اللي احنا يعني انا هعلق المباراه النهارده لاون سبورت ان شاء الله ان شاء الله دايما. فاكيد مباراه اتمنى يكونوا وش حلو عليهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله, الله. <م> <م> لكن المباراه مباراه مهمه ومباراه العالم كله منتظرها وافتكر انه هيبقى في اكسترا تايم ثم ركلات ترجيح بالنسبه لهذه المباراه ان تم بقاء التعادل في الوقت الاصلي والاضافي هي بطوله وبطوله مهمه باسم مصر لان اسم مصر هو الاول وكمان اولا واحنا ورا النادي الاهلي ومعاه زي حتى ما قلتها وانا اعلق على احمد الجندي وهو بيحقق ذهبي قلت ابننا اللي مننا نفس الكلام هو كل لعب في النادي الاهلي النهارده ابننا اللي مننا لازم يشرفنا كلنا لانه فعلا نظرة من العالم والكرة العالمية على هذه المباراة مهمة قوي لمن سيلاقي البطل اللي جاي من امريكا عشان حتى لما نقابل ريال مدريد يعني الناس تكون عارفة مين هو النادي الاهلي تقرر مرة ثانية وفي الانتركونتنتال يبقى شكلها حلو ما قبل كمان ديسمبر ما قبل شهر 6 العالم كاس العالم ده باذن الله لا ان شاء الله نعمل اداء حلو قوي ونكسب طيب إن شاء الله. شو تابعت امبارح البالون دور اكيد كل طيب <applause> شفت زي تتويج بقى الاسباني رودري نجم مانشستر سيتي يعني آه. كلمنا كمان عن مؤهلات خليني اقول رودري للحصول على الجائزه كانت عامله زي استحقها ولا لا آه يعني السنه اللي فاتت قدم افضل آه نسخه من رودري الحقيقه مع مانشستر مانشستر سيتي لاعب إسبانيا اه ولكن كنت اشوف انه نيس جونيور الاسباني هو احق بهذه الجائزه مع الفوز مع ريال مدريد دوري ابطال اوروبا والكلام الكبير دايما وكثير. في واحد احق في فوز الجائزه دي دايما صح؟ الجائزه أه دي بالون دور تحديدا عليها كلام كبير وكتير و... وغريب شويه الموضوع حتى أوه. مع محمد صلاح ظلم في اكتر يعني صلاح مش موجود اصلا ضمن كتير يعني ظلم كتير. صحيح آه رودري على خلفيه ما انجزه مع مانشستر سيتي السنه اللي فاتت الموسم مش الماضي، الموسم ما قبل حتى ما مع تتويج مانشستر سيتي باللقب الأول في مسيرته مع دوري أبطال أوروبا، لاعب إسباني كبير توج مع إسبانيا باليورو، لاعب تقيل في نص الملعب محترف كبير، لكن كنت أشوف إن في لاعبين أكثر مهارة يعني صحيح ما دخلتش إسبانيا من 60 سنة البالون لكن الإسبان نفسهم كانوا زعلانين إنه لاعب إسباني ليه مش حق هو اللي ياخد الجائزه من فريق إسبانيا وريال مدريد حتى وان كان جنسيته برازيليه لانه فعلا ساهم بشكل كبير لكن اليورو يدعم اكتر رودري ومن ثم رودري كان برؤيه الفنيين وبرؤيه المختارين احق بانه يكون موجود على القمه بالنسبه لجائزة الكره الذهبيه الفرنسيه الفرنس طيب افضل نادي في العالم ريال مدريد ليه يقاطع آه هذا الحفل <applause> لانه كان آه منتظر من المسؤولين انه يختاروا افضل لاعب من عندهم مم. فشافوا انه لا فيها ظلم وانه فيها محاباه للكره الانجليزيه بشكل او باخر وانه ده دعم للانديه الانجليزيه على حساب ريال مدريد ومن ثم اداره ريال مدريد شافت انه لا ده احنا هو بيبقى في وعود خفيه فالوعود الخفيه دي لما بتخالف بيبقى فيه اعلان بشكل عام انه لا انتوا وعدتونا وما وفتوش في الديرة حتى لو كان يعني الموضوع ودي مش رسمي فده أعلان ريال مدريد انه لا في حاجات بت بتحصل خلف الكواليس احنا ما نعرفهاش الطبيعي انها بينتج عنها انه اللي احنا وعدنا بينفذ المره دي ما تمش تنفيذه ولذلك كان في حزن شديد انه هذا البرازيلي في نيسو جونيور ما ياخدش جائزه افضل لاعب في العالم كما وعد ريال مدريد ومسؤول ريال مدريد طب مدرب ريال مدريد فاز باحسن مدرب في العالم وريال مدريد نفسه فاز باحسن نادي في العالم كل الجوائز في حته وافضل لاعب في العالم في حته تانيه البالون دور يعني كل حاجه لا <تصفيق> <تصفيق> كل حاجه من افضل نادي وكارلو انشيلوتي ده هي هذا العقليه الايطاليه المدير الفني لريال مدريد لكن أه. افضل لاعب في العالم هي جائزه افضل لاعب في العالم الكره أه. الذهبيه هي الافضل لاعب في العالم أه. هو الكريمة فرودري عندما خطفها خطفها كلاعب اسباني حتى من ريال مدريد هما شافوها ان من ريال مدريد وان كان اسبانيا المفروض تكون فرحانه 60 سنه ما دخلتش لاسبانيا ومع ذلك الاسبان مدعمين لبرازيلي بقوة النادي الملكي أشكرك شكرا جزيلا عفيفي هذا عفيفي الناقد والمعلق الرياضي بنتمنى لك التوفيق النهاردة في تعليقك على مباراة الأهلي والعين الإماراتي بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق شكرا, شكراً لك عفيفي شكراً. شكراً. شاهدين هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل مع حضراتكم باقي فقراتكم النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي للسكته الدماغيه، 29 اكتوبر من كل عام، في هذا اليوم بيتم التوعيه بالمرض ومخاطره، وعشان السكته الدماغيه بتحصل امتى؟ بتحصل لما تنقطع امدادات الدم عن جزء من الدماغ او تنخفض، وده بيمنع انسجه الدماغ من الحصول على الاكسجين اللازم والعناصر المغذيه وتبدا بقى خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. خلونا يعني نعرف تفاصيل اكتر عن السكته الدماغيه ونوعي بمخاطرها معانا دلوقتي منورنا في الاستوديو الدكتور طارق حمدي السري استاذ الجراحات مخ والاعصاب والعمود الفقري بجامعه عين شمس اهلا بيك يا فندم منورنا صباح الخير يا دكتور صباح الخير يعني في البدايه عايزين نعرف من حضرتك طرق التوعيه من السكتات الدماغيه وايه هي اصلا السكتات الدماغيه يعني ايه الاعراض اللي لما تحصل اعرف ان الشخص اللي قدامي بتحصل له دلوقتي سكته دماغيه التعبير بتاع سكته دماغيه تعبير مظبوط جدا هو تعبير منضبط جدا طبيا سكته دماغيه يعني كهرباء كده وانا رحت منزل الزرار بتاعها لتحت فالحاجات اللي في المكان طفت تلفزيون طفى نور طفى فيشه اللي كان فيها الشاحن بتاع الموبايل دي راحت كل حاجه فجاه سكتت علشان حصل مشكله في الشريان عندنا تعبير طبي اسمه دراماتيك هيحصل الحكايه دي in a very dramatic way. يعني هتحصل فجائيه جدا علشان الشريان ما وصلش الدم للمخ طب هو ما وصلوش ليه للمخ علشان يا اما فرقع فحصل كتله من النزيف فالجزء اللي كان هيوصله الدم ده ما دم وبقى في كتله نزيف او علشان هو قفل وحصل فيه جلطه فما بقاش رايح دم للجزء ده علشان ما بالدم الكفاية فانقطع الدم عن الجزء ده فبقى فيه سكتة دماغية نتيجة نزيف في المخ أو نتيجة جلطة في المخ الجلطة غالبة ها. يعني احنا بنتكلم في نسبة أكتر من 85% 87% الباقي لو كان نزيف الاتنين اسمهم سكتة دماغية جلطة يعني انقطع الدم نزيف يعني الشريان ده فرقع وحصل نزيف في المخ طب هل ممكن لو تأثيره جزئي يفضل الإنسان عايش ولا هو خلاص الموضوع منتهي؟ آه لا فكره ان الانسان هيبقى عايش اه هيبقى عايش بس على حسب بقى على حسب هو انهي شريان اللي اتقفل بيغذي جزء يخص ايه؟ هم. يخص حركه يخص الكلام يخص مراكز الحياه في المخ وكمان الدرجه بتاعة اغلاق هذا الشريان هو اتقفل قد ايه؟ انت قلت دلوقتي حاجه بتاعه دقائق هي فعلا الحكايه حكايه دقائق طب لو هو قصه كلها هما فعلا من ثلاثه لخمس دقايق، طب هو لو قصه كلها من ثلاثه لخمس دقايق، طب احنا يعني بنعالج الناس دي ليه؟ هم. لا احنا نقدر نعالجه وتقدر تخليه يعيش بقيه حياته او تقدر تقدم له خدمه طبيه تخليه يعيش بقيه حياته بشكل كويس وأكل ما حصلش حاجة. يعني حتى لو تعليقا على كلام حضرتك، يعني قلنا لو هو جزئي مثلا الشريان المسؤول عن ايصال الدم للحركة. طيب. وتوقف، لكن الانسان فضل عايش. هم. ينفع نعالجه بعد كده والدم يوصل لو كان في جلطه او نزيف عالجنا هذا الامر يقدر الدم يوصل تاني لنفس المكان ويرجع يتحرك بالعلاج الطبيعي ويرجع يمشي عادي تاني؟ اه اه يقدر وده وده فائده اليوم ده م. ان احنا نوصل للناس فائده العلاج طرق الوقايه اصلا من ان الكلام ده يحصل طبعا في الاول لكن م. لو حصل ايه فائده العلاج؟ ايه فائده ان احنا نتحرك بسرعه مش بس توعيه للناس لكن توعيه لان القصه دي نتيجه يعني ضرورة ان احنا نتحرك فيها بسرعه، م. توعيه لكل الخدمه الطبيه، مش بس دكاتره، دكاتره والمستشفيات والمسعفين وكل الخدمه الطبيه اللي بتقدم الخدمه للمريض ده، ازاي ضروري قوي ان انت هتقدر ترجعه وترجعه بكفاءه لحياته كويسه. ايا كان السكته دي اصابت انهي جزء في الدماغ، يعني حركه، كلام، اي حاجه نقدر نعالجها، يرجع يقدر يرجع, يرجع مره تانية 100% لو لو بالشكل السليم وفي الوقت السليم أو ممكن يرجع نيرلي 100%. برضه يعني لازم نبقى متفقين هو كمان عنده أكيد ايه تاني أوه. يعني هو هو كمان عنده ايه تاني يعني هل هو عنده حاجه اقول عليها بالطب كوموربيديتيز يعني هو عنده ضغطه اخباره ايه سكره اخباره ايه مم. عنده مرض في القلب ولا لا لا السن. عنده مرض في ولا بقى سنه شكله ايه يعني برضه نشاطه في حياته عموما كان شكلها ايه لا لو شاب يعني يعني عنده صحته كويسه 100% بس حصل له سكتة دماغية ده, ده هيرجع كويس جدا ده هيرجع كويس جدا وعموما دي نسبتهم قليله على فكره دول أوه. نسبتهم تحت سن ال 40 سنه 10% آه، في ألف. اه دول خلينا نتكلم عن النزيف في المخ بسبب حوادث مثلا لو ده أو حصل. اه اوكي اوكي. ده ده بيتعالج 100% اه هيتعالج هيتعالج ويبقى كويس. امم هل ليها وقايه طيب؟ وقايه لما نشوف ايه هي الطرق اللي, اللي بتؤدي ليها. يعني ان انت تحمي نفسك من هذه الطرق، يعني مثلا لما نقول ان من ضمن اهم اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي للجلطات اللي في المخ والسكته الدماغيه هي ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع السكر. ارتفاع الكوليسترول يعني الدهون في الدم. التدخين. التدخين والتدخين والتدخين. والتدخين، م. السمنه. أه حتقي منها بان انت تظبط ضغطك ويظبط سكر لو واحد عنده سكر والسمنه نقل والكوليسترول يتظبط بالدواء بتاعه مظبوط والتدخين يعني لا خالص طبعا مم. مم. طيب إيه النهارده انا لو بيحصل قدامي حصل حاجه والشخص قدامي بيحصل له سكته دماغيه ايدنتيفاى او اعرف ازاي ان دي اصلا سكته دماغيه ده رقم واحد اقدر اعمل ايه رقم اتنين غير ان انا هكلم اكيد الاسعاف يعني في غضون الفتره ما هيجي فيها الاسعاف هل في حاجه اقدر اعملها؟ واحد اتنين تلاته ده رقم الاسعاف هو ده أهم معلومة. <applause> آه آه الأعراض إيه؟ الأعراض إن زي ما اتفقنا هو هيبقى هتلاقي حاجة دراماتيك جدا جدا بتحصل إن هو وظيفة من وظائف المخ فجأة بتشات داون بتأفل. يعني حاجة بطل, بطل يعرف يتكلم معك. أه بالظبط كلامه وإحنا كنا بنتكلم كلامه راح وبدأ يتهته في الكلام وبدأ يتوه عننا آه إيده يمين شمال رجله يمين شمال كانت بتتحرك عينه بقه اتعوج <applause> اتحود. إيه لا قدر الله الامور في علاقه بمراكز الحياه هيبقى نفسه مش مطلوب اي حاجه خالص غير ان هو يستل داون يعني يقعد نهدى نكلم الاسعاف واحنا هنتحرك وهنتحرك بالشكل المناسب وبشكل سريع مفيش هنا حاجه بقى زي مثلا ان احنا نديله حاجه يشربها نديله ننيمه بشكل معين لا 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 مفيش مش محتاجين كده هل الموضوع ليه اي علاقه من قريب او من بعيد بالحاله النفسيه للشخص طبعا السترس والضغوط النفسيه وضغوط الحياه بتلعب دور كبير جدا 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 جدا، هي هتلخبط السكر مبدئيا وهتلخبط الضغط م. وهما دولت من اهم العوامل م. وطبعا سترس الحياه يعني الحقيقه عنيف عنيف جداً, جدا 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 جدا، يعني انا كنت بشوف الفقره الرياضيه بتقدموها فقره عاليه يعني طبعا كلنا عارفين واحد من اهم المدربين في مصر يعني توفى بالسكته الدماغيه ورجل من الناس الممتازين حقيقة يعني بحس انه مهما كان اللايف ستايل للشخص حضرتك لسه بتقول دلوقتي انه مدرب رياضه وتوفى بالسكته الدماغيه آه. آه. مهما كان اللايف ستايل دايما في حاجه ناقصه بت... يعني يا يعني اما تؤدي ل جلطات في القلب يا اما تؤدي لجلطات في سكتة دماغيه ففي جلطه حصلت في المخ النهارده يعني مش همنع بس اقدر اعرف ازاي ان انا حد عندي مثلا سيوله في الدم بزياده او دمي معرض لجلطات اكتر يعني ايه ايه نوع خليني اقول تست اللي اقدر اعملها لا هو يعني هو ما فيش تست معين علشان تعمله عشان نقول ان ده عنده عرضه اكتر لانه يجيله جلطات في المخ ولا لا لكن هو مفيش غير انك تبقى مثلا واحد مريض ضغط يبقى بيتابع ضغطه بانتظام واحد عنده عدى سن ال 50 سنه يبقى بيتابع انه سكره وضغطه منتظمين حتى هو ما بيعانيش من ضغط وسكر لكن هو بيعمل يعني كشف دوري وبيطمن على نفسه وبيطمن على نسبه الدهون تحليل في العام رقم خمسه نعم تحليل العام رقم خمسة في الدم آه يعني, ف... ف... يعني دي حاجة من الحاجات المهمة ان انت تبقى بس يعني مطمن على ان الحاجات البسيطة سكرك ضغطك الدهون في الدم دولت مظبوطين آه طبعا لو في تاريخ في العيلة دي حاجة من الحاجات المهمة اللي تخليه يعني عنده شوية بس alertness اكتر شوية يعني هو بس منتبه اكتر لنفسه ومنتبه اكتر للاكل بيأكله لممارسة رياضة اللي بيمارسها، فكرة ممارسة الرياضة البسيطة جدا، رياضة المشي بس، مم. هي هتنشط الدورة الدموية وهتحمي بقدر كبير جدا من كثير من المشاكل الحيوية طيب هل الموضوع بيختلف بين الرجالة والسيدات؟ هو الأبحاث كلها بتقول إن الرجالة عرضة اكتر بس الحقيقه الستات بتتضغط اكتر لاسباب <applause> <applause> لا, أسباب لا أسباب يعني ما حضرتك حق تماما بس الاسباب ايه عشان الستات بيعيشوا اكتر يا ساتر يا دكتور <applause> وعلشان خاطر وعلشان خاطر الستات بس الستات مش بيدخنوا اكتر والستريس بتاعهم اقل من الرجاله ومرض ضغط الدم عندهم اقل بس هم فعلا هم, أو بيعيشوا أوه. هم بيعيشوا أكثر فتقدم السن من ضمن العوامل اللي بتزود المرحلة يعني تحت سن الأربعين سنة عشرة 10 كل مئة ألف لو وصلنا لحد خمسة وخمسين هيبقوا سبعين في كل مئة ألف لو عدينا الرقم ده وعدينا الستين احنا بنتكلم في أكتر من خمسة وتسعين في كل مئة ألف الستات كمان يا إما عايزين يحملوا أو بيحملوا أو بياخدوا حاجة علشان تمنع حمله زي حبوب مثلا منع الحمل والاثنين دول بيزودوا الريسك بتاع الجلطات تاني بقى لا تاني النقطه دي الحبوب منع الحمل اه تزود من ضمن الحاجات دي أصلاً المتهمه متهمه بانها بتزود ريسك الجلطات أوه. الفتره بتاعت نهايه الولاده وما بعد الولاده بكام يوم من ضمن الفترات اللي فيها ريسك عالي شويه لحدوث الجلطات والنزيف أوكي. كمان والنزيف فالستات عندهم اه في شكل عام آه اقل بس, بس هم عندهم اسباب تانية اللي يخليهم يعني مم. احتمال يكسبوا في الحكايه <applause> طيب دكتور ايه ايه السبب اللي يخلي مثلا شاب احنا بقينا نسمع الكلام ده كتير قوي بين الشباب يعني كان زمان كنا نسمع الكلام ده عن كبار السن وفي امراض مزمنه وعنده تاريخ مرضي مثلا من حاجات كتير زي ما حضرتك ذكرت الضغط والسكر والى اخره لكن شاب سليم زي الفل ما فيهوش اي حاجه فجاه بيتوفى والتقرير الطبي بيقول سكتة دماغية هتتألم لما تعرف السبب هو للأسف الانتشار العنيف للمخدرات لكثير من المخدرات مم. مش بس يعني كمان مش بس كمان حتى الانواع المخدرات الكوكايين وما شابه لكن كمان الحاجات العشوائيه كمان في المخدرات اللي فيها كميه شوائب مخلطة. فيها كميه شوائب كارثيه مم. كارثيه يعني صناعه المخدرات لا تخضع لمعايير الجوده مخدرات مم. اه هي مخدرات آه التدخين العنيف آه طبعا واخص بالذكر كل ما هو الكترونيك سيجرس يعني وكل ده هو ده ده, ده كارثي يعني مم. كل ما هو معلوم بانه حاجه بسيطه وانه مش تدخين وانه مش سيجاره ده يعني خطا آه تمام كبير مم. مم. ما حدش قال خالص ان هو بيغير اي احتمالات ليه تاثير التدخين على سيوله الدم او كده؟ التدخين هيبقى تاثيره على الدم مم. ان كميه الاكسجين المحمله في الدم بقت قليله. مم. فحتى لو شاب صغير وشرايينه حلوه ومفتوحه وما فيهاش تصلب في شرايينه وما فيهاش دهون وما فيهاش مشاكل خالص وكميه الدم المقدره للمخ انها توصل كميه تمام كويس مم. بس هي الكواليتي بتاعتها شكلها ايه بقى؟ هي كميه الاكسجين الموجوده في الدم ده شكلها دي. عامل ازاي أوه. كميه قليله جدا فهو انت وصلت له كميه بس مش بالكفاءه المطلوبه لاداء الوظيفه <applause> فطبعا هتبقى مش مفيده خالص <applause> طب بعد الشهر الاطفال ممكن يتعرضوا لحاجه زي دي بما ان مش بكلم سنه صغير قوي لكن التينيجرز يعني بما انهم قاعدين 24 ساعه قدام فيديو جيمز والشاشات هل ده ممكن يكون سبب في سكتات دماغيه ولا لا الفيديو جيمز والشاشات والكمبيوتر والتليفون وكده محدش قدر يعني يقول اتهام صريح ليهم <applause> انا ما عنديش ارقام تقول كده او ابحاث اقدر اقولها انها تقول كده خالص لكن هفكر آه اكتر في السن الصغير في النزيف بقى آه يعني هفكر في عيوب خلقيه ليها علاقه بالشرايين وهبتدي ادور على كده مهم اوي ان انا بعرف وانا داخل عالج مريض سكتة دماغيه عشان الاعراض حاجه واحده آه ان انا داخل عالج نزيف ولا داخل عالج جلطه علشان هو علاج ده تقريبا يكاد يكون عكس ده بالظبط طبعا عكسه تماما يعني هم. فمهم جدا ان انا ابذل كل الجهد في الاشعات ان انا ابقى متاكد انا داخل عالج ايه وبعد النزيف ما بيتوقف بحسب يعني معلومات البسيطه بيسيب جزء كده بيبقى زي جلطه تقريبا او القشره بتاعه الدم صح آه، كلامك سليم هو حيثيب اثر فعلا آه. يعني ممكن كلينيكلي يعني ممكن وظيفيا العيان ما يبقاش بيشتكي من حاجه يعني الاعاقه لا قدر الله اللي حصلت في الايام الاولانيه بعد الادويه وبعد العلاجات وبعد العلاج الطبيعي تحسنت جدا 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 لكن الاشعه لو عملت بعد 20 سنه هلاقي اثر للنزيف اللي كان حاصل بس هو وظيفيا كويس والمخ قدر يتغلب على الحدوته دي وانت دكتور عشان نتجنب فكره الخطا اللي ممكن يعني يحصل من طبيب بسبب انه مش عارفين نحدد هو نزيف ولا جلطه لو في نصيحه سريعه جدا جدا تقدمها بمناسبه اليوم ان هو يوم التوعيه للاطباء يمكن اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يحدد ازاي سريعا جدا تايم از برين تايم equals برين الوقت يساوي المخ هتضيع وقت في جزء من المخ هيروح عند ده يخش بسرعه مستشفى يعمل الاشعات المقطعيه والرنين المغناطيسي المطلوب للمخ في الوقت المناسب وخد الخطوات المناسبه بناء على اللي موجود في الاشعه وفي مصر كل الادوات موجوده كلها موجوده مم. وحاجه محتاجه انها تتعامل في خلال دقائق موجود ومتاح كل شكر ليك يا فندم شرفتنا ونورتنا دكتور طارق حمدي السري استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري بجامعه عين شمس شكرا جزيلا لحضرتك ممتشيك. مشاهدينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لاهم واخر الانباء مع محمد اتفضل يا محمد شكرا بسنت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكثيف مساعي المجتمع الدولي للعمل على وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة والانخراط في مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء الهولندي حيث اشار الرئيس السيسي الى استمرار جهود مصر للدفع في اتجاه التهدئه ووقف اطلاق النار بالاراضي الفلسطينيه ولبنان كما تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائيه وخاصه على المستوى الاقتصادي التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر وأكد رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى استعداد مجلس النواب للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي والتطلع لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي من أجل تعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية. وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي منسق الشؤون الانسانيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله نائب المنسق الاممي الخاص لعمليه السلام في الشرق الاوسط السيد مهند هادي وذلك لبحث تطورات العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزه واعرب وزير الخارجيه عن ادانه مصر للاجراءات الاسرائيليه شمال قطاع غزه والعراقيل التي تفرضها على دخول المساعدات الانسانيه استهدافا للعاملين بالمجال الانساني بالاضافه لمحاولات تقويض عمل وتصفيه نشاط وكاله اونروا. حذر الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيريش من عواقب تطبيق قانون يحظر عمل وكاله اونروا في اسرائيل، مشيرا الى ان ذلك قد تكون له عواقب مدمره على اللاجئين الفلسطينيين، واكد جوتيريش انه لا يوجد بديل عن اونروا كما ان تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والسلام والامن في المنطقه ككل داعيا اسرائيل الى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الامم المتحده والقانون الدولي خاصه انه لا يمكن للتشريعات الوطنيه ان تغير تلك الالتزامات اعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسله عمليات استهدفت مواقع عسكريه تابعه للاحتلال في الجنوب اللبناني المحتل وشمال اسرائيل واوضح حزب الله انه قصف قاعده بحريه اسرائيليه قرب حيفا بالصواريخ واستهدف شركه يوديفاد للصناعات العسكريه جنوب شرق عكا بمسيره كما استهدف للمره الرابعه على التوالي تجمعا لقوات الاحتلال عند بوابه فاطمه برشقه صاروخيه، وتجمعا بين مستوطنتي المناره ومرج فضلا عن استهداف مستوطنه كرياتش مونه. جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي تخصيص 530 مليون دولار لتسريع تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر والمعروف بالشعاع الحديدي ليتمكن من اعتراض جميع القذائف التي يطلقها. حزب الله وجهت الولايات المتحده تحذيرا لايران في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحده من انها ستواجه عواقب وخيمه اذا نفذت اي هجمات اخرى على اسرائيل او العسكريين الامريكيين في الشرق الاوسط وقالت السفيره الامريكيه لدى الامم المتحده ليندا جرينفيلد امام مجلس الامن قالت ان واشنطن لن تتردد في اتخاذ اجراءات دفاعا عن النفس ولا تريد ان ترى مزيدا من التصعيد مشيره الى ان ما حدث يجب ان يكون نهايه للتبادل المباشر لاطلاق النار بين اسرائيل وايران نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من انباء بشان قطع النخيل والاشجار النادره بحديقه الارمان التاريخيه تزامنا مع تنفيذ خطه تطويرها واوضح المركز الاعلامي انه بالتواصل مع وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي نفت الوزاره تلك الانباء مؤكده انه لا اساس لها من الصحه وأن ما يحدث فقط هو عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية للحديقة دون المساس بأي من الأشجار التاريخية أو إضافة أي مبان دخيلة على الحديقة باعتبارها إرثا حضاريا كبيرا وكنزا نباتيا هاما انتهى موجز التاسع عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من ايام تم اقرار مشروع قانون لانشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. هذا المجلس هو المعني بوضع السياسات العليا للدوله في مجال التعليم بجميع انواعه ومراحله لتحقيق التكامل بينها وكمان الاشراف على تنفيذها. المجلس ده هدفه النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي كمان اضافه الى تحديد سياسات الدوله في مجال البحث العلم هنعرف تفاصيل اكتر عن هذا المجلس الجديد من الدكتور محمود سلامه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات اهلا بيك يا فندم اهلا بيك يا فن. صباح, أهلا يا صباح الخير حضراتكم صباح الخير طيب محضرتكم. بدايه كده ايه اهميه انشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار طيب يعني خلينا نتكلم في الاول على فكره انشاء المجلس نفسه احنا كنا في في البدايه احنا عندنا في نقطه اساسيه موجوده في استراتيجيه مصر 2030 بتتكلم عن ضروره انشاء مجلس وطني للتعليم وكان يعني في الاساس بيستهدف المرحله الخاصه بالتعليم قبل الجامعي أه تم تطوير الفكره بعد كده في أه 17 ان احنا ننشئ مفوضيه عليا للتعليم في احد مؤتمرات الشباب أه الفكره تم تطويرها برضو فيما بعد وطرحها امام المجلس الحوار الوطني أه في القضايا الاجتماعيه واتطورت الفكره من مفوضيه عليا للتعليم والتعليم الفني يعني التعليم قبل الجامعي يعني توسعت شويه ضمينا معانا التدريب كمان زي يعني مثلا عندنا الاكاديميه الوطنيه للتدريب فدخلت كمان في مشروع القانون. اخيرا بعد طرح القانون امام الحوار الوطني والقانون بصورته النهائيه اللي اقرت اخيرا تغير الشكل تماما بقى ان احنا بقى عندنا مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار وشلنا الجزء الخاص بالتدريب يعني اذا احنا كنا امام مجلس وطني بيختص بسياسات التعليم قبل الجامعي فقط لا احنا بقى عندنا مجلس وطني بيختص بسياسات التعليم بشكل عام سواء كان تعليم قبل الجامعي سواء كان تعليم عالي سواء كان تعليم ازهري كل انواع التعليم في مصر تم دمجها تحت مظله المجلس الوطني للتعليم. جميل, جميل في البدايه هو كان الهدف الرئيسي انه يتم توحيد السياسات الخاصه بالتعليم قبل الجامعي. لكن النص الاخير اللي صدر وأقر من مجلس النواب الاسبوع الماضي هو بيقول ان احنا بنضع السياسات العليا للدوله فيما يتعلق بالتعليم بكل اشكاله وانواعه ومراحله يعني من اول الكيجي لحد ما نخلص الجامعه علشان نربط مع احتياجات سوق العمل الجزء الخاص بالبحث والابتكار ايضا احنا عندنا السياسات العليا للدوله في البحث والابتكار يعني احنا دايما نبص كده نشوف ان احنا في عندنا المجلس الاعلى للجامعات مرتبط بالتعليم العالي والبحث العلمي الاكاديميه اكاديميه البحث العلمي فاحنا ربطنا كله مع بعض تحت مظله واحده اختصاصات المجلس ده ايه؟ م. المجلس الجديد المفيد او الدور الاول الاختصاص الاول ليه هو وضع استراتيجيه وطنيه للتعليم، اذا احنا هيبقى قدام استراتيجيه وطنيه متكامله من ثلاث قطاعات، القطاع الاول هو التعليم، القطاع الثاني هو البحث والثالث الابتكار، هم. علشان يتماشى ايضا يعني الكلام ده كله بيتفق مع الاستراتيجيات اللي اقرت سواء كانت استراتيجيه التعليم قبل الجامعي، سواء كانت استراتيجيه التعليم العالي والبحث العلمي، احنا عندنا في استراتيجيات للتعليم قبل الجامعي. أقرت في 2016 من 16 ل 30 وبعدين عندنا استراتيجية للتعليم العالي أو التعليم الجامعي من 23 إلى 30 الاستراتيجيات دي كلها بتستهدف إننا نتطور بالتعليم من جيل أول إلى ثاني إلى ثالث إلى الجيل الرابع اللي هو بيماشي أو بيجاري التخصصات المطلوبة عالميا يعني بمعنى اللي هي إيه يعني؟ يعني إحنا كنا ما بنتكلمش عن اختصاص اختصاص بعينه يعني في بعض الوظائف إحنا في كتب كتير اتنشرت عن وظائف المستقبل مثلا فنلاقي تقرير صادر انه بعض الوظائف هي هتندثر ويطلع مكانها وظائف جديده فنلاقي انه الناس اللي هي مختصه بالتكنولوجيا اكتر او الاي اي دول الطلب عليهم هيبقى زايد خلال الفتره اللي جايه وزي ما شفناه في حديث السيد الرئيس في في واحد من اللقاءات او الاحاديث يعني كان بيتكلم عن اهميه الـ الـ يعني المؤهلين. تعلم البرمجه اه تعلم البرمجه الجزء ده ضروري جدا ومهم خاصه ان احنا بنشوف دلوقتي ان الاي اي بيقوم بادوار مهوله يعني فيما يتعلق بالكتابه والريسيرش وتعديل الصور والفيديوز والحاجات دي كلها الجرافيك والكلام ده لا بقى في طفره بتحصل في الموضوع ده صحيح طيب ف... ايه الآليه اللي المجلس هيمارس هي من خلالها دوره؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن المجلس تكوينه عامل ازاي؟ م. التشكيل هو اللي هيتحكم في تنفيذ السياسات دي طيب هو المجلس هيبقى ليه اختصاصات ملزمه اي مجلس وطني للتعليم في العالم هو هي استشاريه مستقل ما شفناش مجلس بيتبع لوزير التعليم مثلا غير في البيرو مثلا او او جامايكا يعني واحده م. من الدولتين المجلس الوطني هناك هو بيتبع الوزير وزير التعليم وبيمدوا بالاستشارات او الاراء فيما يتعلق بالسياسه التعليميه، لكن باقي دول العالم اسبانيا، البرتغال، المغرب على سبيل م. المثال مجلس فيها مستقل مجلس هيئه مستقله استشاريه بتبدي الراي والمشوره وكمان بتقر بعض القوانين يعني صياغه القانون المتعلق بالتعليم في البرتغال. المجلس الوطني للتعليم في البرتغال مثلا بي لازم هو اللي يبدي الراي او يقر الصياغه الخاصه بقوانين التعليم وملزمه لمجلس النواب هناك ان هو يقرها خلال 30 يوم عنده بعض المهام الالزاميه المجلس في مصر عندنا هنا بيتكون من رئاسه المجلس رئيس الوزراء 10 وزراء عندي 8 من الخبراء و4 من رجال الاعمال ده الشكل اللي اقر في النهايه مم. يعني تقريبا تكوين المجلس بالكامل حوالي 25 عضو 40% منهم من الوزراء طيب الوزراء ما احنا في عندنا وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي ضمن التشكيل ووزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات طبعا يعني المجموعه اللي هي متعلقه اكثر ب وزارات المعنية الوعي والجزء الخاص يعني وزارة العمل أيضا احتياجات سوق العمل من الاختصاصات أو التخصصات اللي هتتخرج من التعليم برضو وزارة العمل موجودة فبالتالي أنا بجمع احتياجات المجتمع يعني من المعارف من التخصصات المطلوبه لسوق العمل علشان ابتدي احط الاستراتيجيه الوطنيه الكبيره اللي هتمثل المظله الكبرى وبعدين استراتيجيه القطاع التعليم قبل الجامعي هتبقى منبثقه منها او بتكمل على الرغم ان احنا عندنا في استراتيجيات قبل كده. اه طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال هل في اي خطه يمكن لدمج الطلبه مع المجلس يعني او حتى استشارتهم او نفهم منهم هم فين عشان نبقى عارفين احنا هنروح بيهم فين على سوق العمل يعني تمام سوق العمل محتاج سكيلز معينه، محتاج تعليم معين، لكن احنا النهارده اصلا بنبني على حاجه كانت موجوده قبل كده، هم فين دلوقتي؟ واقفين فين؟ محتاجين ايه عشان ننمي عندهم مهارات معينه، هل ده ضمن المشروع قائم معاكم في المستقبل؟ طيب المجلس الوطني اللي اتعمل في مصر او التشكيل اللي في مصر بيؤخذ عليه ان هو ما لا يضم العدد الكافي من الخبراء والاكاديميين بيؤخذ عليه ايضا ان هو لم يضم ممثلين عن اصحاب المصالح. م. يعني المجلس الوطني في المغرب م. التكوين بتاعه اكبر بكتير من مصر، احنا عندنا 25 لا هو هناك اعضاء المجلس حوالي 100 عضو م. عنده 25% من الخبراء. وبعدين عنده حوالي 20 عضو تقريبا من اعضاء الحكومه والبرلمان والاكاديميين. مم. وبعدين 54% بقى من اصحاب المصالح سواء مم. كانت اتحادات طلابيه سواء كانت مجالس امناء واباء اي حد ليه علاقه بالعمليه التعليميه هو متضمن داخل تشكيل المجلس ده علشان يقول الراي يعني علشان اخطط لاي حاجه من الضروري جدا ان انا استمع لاصحاب المصالح في البدايه بالظبط فلو هم مش ممثلين بالتالي انا بعيد انتاج الاستراتيجيات ال اللي كانت موجوده قبل كده يعني مم. استراتيجيه تعليم 2016 موجوده وتنفذ بعضها او بعض اجزائها بعدين حدثنا عملنا استراتيجيه تانية من 2023 ل 2027 بيتم تنفيذ بعض بنودها عندنا برنامج اصلاح التعليم بيتم تنفيذه من 2018 كان المفروض ينتهي 23 وبعدين تم تمديده الى 25 والى الان يعني التقارير حول التقدم في المشروع مش واضحه او مش معلنه بشكل واضح للجميع. م. نفس الكلام برضو بالنسبه لاستراتيجيه التعليم العالي بيتم وضع استراتيجيه وبعدين نرجع تاني نضع استراتيجيه وهكذا. فالمركزيه في التخطيط ما فيش فيها مشكله. لكن الفكره بقى في التنفيذ. م. اذا كان المجلس الوطني او المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الجديد ده هيضع استراتيجيه وطنيه. مين مسؤول عن التنفيذ بتاعها؟ م. متابعه التنفيذ موجوده في نص القانون انه الامانه الفنيه. فهل تشكيل بقى الامانه الفنيه اللي هيصدر بتشكيلها قرار او قرار من رئيس مجلس الوزراء ده هي اللي هتبقى مسؤوله عن متابعه التنفيذ بشكل كامل؟ التشكيل بتاعها هيبقى اوسع بالمناسبه هي الامانه الفنيه ما تمش تحديد عدد الاعضاء فيها فمن المحتمل ان انا بعد شويه مع اصدار اللائحه التنفيذيه مع اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الامانه الفنيه ان انا الاقي عدد اكبر من الممثلين عن اصحاب المصالح في التعليم فبالتالي الامانه الفنيه ممكن تكون يعني هي اللي فيها تشكيل مختلف شويه وما فيش بي... شك ان حوار مجتمعي لا غنى عنه هو المفروض ان هو القانون قبل ما يصدر طرح للحوار الـ الـ الوطني م. فكان بيشارك الخبراء وبيشارك اصحاب مصالح من كل القطاعات سواء كانوا برلمانيين سواء كانوا م. خبراء او متخصصين سواء كانوا من النقابات كل ده كان موجود في الحوار الوطني فبالتالي هو عارض عليهم شكل القانون وفي النهايه صدر القانون بالشكل اللي احنا شايفينه ده في بعض الماخوذات عليه اه نحتاج نعدلها ممكن يتم تداركها من خلال تشكيل الامانه الفنيه فالمجلس خلاص اقر بشكله الحالي في انتظار تشكيل الامانه الفنيه هي, هي دي لو نسخ مبدئيه ف تمام نقدر لا هي مش نسخ مبدئيه هي خلاص اقرت ما هي اقرت انا فاهمه لكن بتكلم انه بعد كده في المستقبل حد... يعني الباحثين زي حضرتك هم دورهم ان انتم يعني تدوا توصيات انه احنا محتاجين اصحاب المصالح يكونوا موجودين وممثلين بشكل اكبر في المجلس <applause> لا هو يعني ضروري جدا ان هو يكون في عدد اكبر من اصحاب المصالح، عدد اكبر من الخبراء والاكاديميين م. لانه المجلس يتداخل في بعض ادواره مع مجالس قائمه بالفعل. م. احنا عندنا المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، مسؤول عن وضع السياسات التعليميه للتعليم قبل الجامعي، ويشارك الوزير في اتخاذ القرارات. عندنا المجلس الاعلى للجامعات، عندنا مجلس اعلى للازهر، ففي مجالس كتير، في عندنا مجلس استشاري لرئيس الجمهوريه اللي هو المجلس التخصصي للتعليم. فكل المجالس دي موجوده. هل يتم عادة النظر في أدوار هذه المجالس هل يتم إلغاء بعضها هم. هل يتم دمجها داخل المجلس الوطني للتعليم ده أمر مطروح لمتخذ القرار اللي هو السيد رئيس مجلس الوزراء المراكز البحثية لازم أستعين بخبراء من مراكز البحوث احنا عندنا في المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية دوره أنه هو يعني يزود صنع القرار بالقرارات الـ او الـ الاراء فيما يتعلق بالسياسات التعليميه وده حصل مع بدايه العام الدراسي الحالي فهل في تداخل بين الادوار المركز القومي للبحوث والمجلس الوطني الجديد اه في تداخل لابد من اعاده النظر في ادوار المجلس بما لا يتعارض مع ادوار المركز القومي للبحوث او يتم دمجه مع المجلس تمام عندي هيئه ضمان الجوده نفس القصه هي مسؤوله عن نشر ثقافه الجوده في المجتمع دور من ادوار المجلس ان هو ينشر ثقافه التدريب والتعليم الفني ويروج له فبالتالي برده في تداخل مع هيئه ضمان الجوده كل ده يعاد النظر فيه بحيث يتم مراعاته عند اصدار اللائحه التنفيذيه للقانون وعند تشكيل الامانه الفنيه للمجلس طيب ممكن حد يكون بيسمعنا دلوقتي بنتكلم عن استراتيجيه وطنيه للتعليم يقول يعني ايه هل الموضوع متعلق بنظام الدراسه هل الموضوع متعلق بالمناهج بتغيير في المناهج وتطويرها عايزين نفهم اكتر النقطه دي لا احنا مش هنتكلم هنا في في الاستراتيجيه على اجزاء تنفيذيه يعني عشان احط الاستراتيجيه بيبقى ليها اهداف عامه او اهداف كبرى وبعدين بنزل منها بحلل الفجوات اللي في الواقع وبعدين احط السياسات اللي انا هتخذها علشان احقق الاهداف دي طيب الاستراتيجيه على مستوى وطني هتبقى مشابهه الى حد ما برؤيه مصر 2030 يعني استراتيجية مصر 2030 فيها الثلاث قطاعات الرئيسية بنلاقي أو الأبعاد الرئيسية اقتصادي واجتماعي وبيئي نفس الموضوع هيبقى في الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتعليم والبحث والابتكار هلاقيها ان هي برضو مقسمة لثلاث قطاعات القطاع للتعليم وقطاع للبحث وقطاع للابتكار فكل جزئية منهم هيتم وضع خطوط عريضة أو استرشادية يطلع منها الاستراتيجيات الخاصة أو الاستراتيجية التنفيذية بقى للوزارات نفسها فبالتالي انا مش هحط لكل وزاره هتعملي ايه، لا ده انا هحط هدف عام ومؤشرات قياس للاداء واحاسبك عليها بعد سنتين لانه المجلس الوطني للتعليم الجديد هيصدر تقرير كل سنتين عن التقدم في استراتيجيات التعليم او وضع التعليم في مصر ازاي اتطور التعليم في مصر خلال السنتين دول ومسؤول امام السيد الرئيس كل ستة اشهر برفع تقرير كل ستة مم. اشهر او نصف سنه يعني امام الرئيس بالتطور اللي حاصل في قطاع التعليم والبحث والابتكار طيب ازاي بيتم التنسيق بين المجلس الوطني والمجالس الاخرى لا مفيش اليه معلنه لحد دلوقتي المجلس لم يعني يجتمع او لم يتم تشكيله بشكل رسمي مم. والقانون لم يعني لم يذكر من قريب او من بعيد اليه التنسيق ولكن الجزء الأخير من نص القانون بيقول إنه المجلس الأعلى للأزهر، المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ومجلس أعلى للجامعات الأهلية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي كلها بالإضافة إلى مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، ودي نقطة جديدة كجهة تعليمية، والأكاديمية العسكرية المصرية أيضاً في الكلية الحربية بتلتزم، هي برضه الموضوع مش بتلتزم، هي مكتوب كده إن هي إيه؟ مراعاة ما يتخذه المجلس من قرارات. فهل القرار هنا هيبقى ملزم لكل المجالس آه. ولا اكاديميه الشرطه ولا اكاديميه العسكريه المصريه ام يعني يصدر القرارات والاستراتيجيات والبرامج التنفيذيه وبعدين نلاقي انه آه الجهات الاخرى هو ما, ما, ما ألزموش ان هو ينفذ القرار هو قال مراعاه ما يتخذ من قانون. قرارات ده ده المكتوب في النص آه. فهل انا عايز ده احنا يجب مراعاه هذه النقطه تحديدا مراعاه هذه النقطه يبقى انا محتاج اراجع القانون من اول وجديد <applause> آه فالجهات الموجودة بالفعل زي ما قلنا برضو اللايحة التنفيذية قد تكون مفسرة أكتر لنصوص القانون وتوضح بشكل أكبر التزامات المجالس الأخرى والجهات التابعة آه توضح بصورة أكبر الجزء الخاص بأدوار المجلس بمعنى أنه أنا أحط الاستراتيجية أنا هتكلم عن الاحتياجات المالية لكل قطاع من القطاعات الثلاثة التعليم التعليم العالي البحث والابتكار كل جزء منهم احتياجاته الماليه قد ايه هل انا هبقى ملزم لوزاره الماليه ان هي توفر الاحتياجات الماليه لتنفيذ الاستراتيجيه دي ولا هفضل ماشي بنفس النسق اللي احنا ماشيين بيه حاليا احتياجات الوزاره تقدر ب 260 مليار مثلا عفوا <applause> على سبيل المثال احنا <applause> عندنا استراتيجيه التعليم او قطاع التعليم في مصر من 23 ل 27 قدرت احتياجات وزاره التعليم تقريبا باكثر من 260 مليار جنيه خلال الموازنه بتاعه 24 25 هم. بدون اعباء الديون لان في احنا دايما الميزانيه او موازنه الدوله بتحمل موازنه الوزارات جزء من اعباء الدين فنلاقي ان الرقم كبير ولكن الرقم الفعلي اللي تستفيد بيه الوزاره تقريبا نص الرقم اللي اللي بتحتاجه اذا الرقم اللي حضرتك لسه قايله ده بدون اعباء الديون المفروض ان احنا احتياجات الوزاره تبقى الرقم ده اه اكتر من 260 مليار بدون اعباء دي احنا اخر رقم انا كنت قريته تقريبا كان 135 موزع مليار موزعه على ايه؟ لا إحنا توزيعه وزاره التربيه والتعليم خصوصا أوه. بلاقي ان الرقم الاكبر موزع اجور ومرتبات يعني 135 مليار مثلا بيتم توزيع 90% منه على الاجور والمرتبات طب والباقي بناء الفصول وتطوير البنيه التحتيه والتكنولوجيه للمدارس ده هيجي منين؟ هل هيبقى في عندي استثمار الوزاره ايضا بتعمل مشروعات بالشراكه مع القطاع الخاص ايه مدى التقدم في المشروعات دي هل بيتم مساءله الوحدات او الادارات داخل الوزاره عن التقدم في مدى في في المشروعات هل في ايرادات بتدخل للوزاره مم. اكيد في بس أكيد مش معلنه انا ما بشوفش تقارير تفصيليه عن اداء الوزارات بشوف الموازنه بتاعه الدوله واشوف الحساب الختامي دخل للوزاره او وزاره الماليه خصصت كامل للوزاره وتم انفاق منهم قد ايه وايه التوزيعه بتاعتها كانت عامله ازاي فبلاقي انه النسبه العظمى من الموارد الماليه اللي بيتم تخصيصها للوزارات بتروح للاجور والمرتبات مم. فهل المجلس هيبقى ملزم لوزاره الماليه انها تحدد احتياجات او توفر احتياجات ماليه اكبر اعتقد ان الموضوع محتاج اكتر يكون في تنسيق بين كل هذه المجالس ودي نقطه غايه في الاهميه احنا طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر شرفتنا شكرا. ونورتنا دكتور محمود سلامه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات شكرا جزيلا لحضرت. شكرا شكرا لحضرتك, لحضرتك, لحضرتك شكرا لحضرتك يا دكتور, دكتور. مشاهدينا كنا بنتكلم يمكن في بداية اللقاء عن موضوع مهم جدا لكن احنا هنتكلم عنه بعد الفصل فتابعونا نروح لفصل سريع ونرجع من بعد خليكم معنا <applause> برحب بحضراتكم من جديد خلاص ايام بتفصلنا عن الانتخابات الرئاسيه الامريكيه منافسه شديده وشرسه ما بين المرشحين في هذه الانتخابات مواجهه قويه بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس انتخابات وصفتها الصحف الامريكيه بالسباق الاكثر تقاربا في الفتره الحديثه قراءه وتحليل وافي عن اقتراب المواجهه الانتخابيه بين ترامب وهاريس خلونا نرحب بسياده السفير رخا احمد مساعد وزير الخارجيه الاسبق صباح الخير على حضرتك اهلا, أهلاً, أهلاً صباح الخير. اهلا وسهلا يا اهلا بحضرتك ليه هذه الانتخابات هي الاكثر تقاربا لان هو في الفتره الاخيره الحزب الديمقراطي اقترب كثيرا من مبادئ الحزب الجمهوري م. مبقاش هو الحزب اللي بيعبر عن الاقليات وعن الطبقه العامله بصوره يعني واضحه وما طبعا بيعتمد على الاقليات والنقابات المهنيه والعماليه ولكن في قضايا كثيره اقترب من الحزب الجمهوري يعني السبب تقارب المبادئ مش استطلاعات الراي لا المبادئ من ناحيه فبقى في الفرق بسيط يعني في الثلاث رئاسات الاخيره مش بس الرئاسة دي الفرق بسيط هذه المره في سبب اخر ان الرئيس جو بايدن ما قررش الانسحاب الا في وقت متاخر وكمال هاريس يعني الناخبين الامريكيين او بالذات المجمع الانتخابي هم. رفض قبل كده هيلاري كلينتون رغم انها كانت على المستوى الانتخابي الشعبي ويمكن اشرح النقطه دي بعدين متفوقه على ترامب ولكن ما كانش الرأي العام الامريكي مهيأ ان تقود الولايات المتحده الامريكيه امراه. هل تغير هذا الموقف؟ وهل تكون من الاقليات؟ وهل تكون نائبه رئيس يعني ما انجازات كبيره على المستوى الاتحادي؟ يعني هو ده اللي خلى الفرق بينهم ضيق جدا. ناحيه اخرى ان الاحزاب الحزبين لان في مرشحين اخرين لكن طبعا بيبقى لاغراض اخرى ان هو ينتقص اصوات من مرشح الصوت. او من مرشح اخر او ان هو عاوز يكتسب شهره ان هو ترشح للرئاسه بحيث ان تخدمه في اعماله سواء كان محامي او رجل اعمال او او الاخر <applause> الناحيه الثانيه ان هو ما قيادات يعني اللي هي تقدر تقول عليها قياده تليق بالولايات المتحده الامريكيه كل واحد عليه عيوب وماخذ واحنا شفنا الرئيس ترامب متهم بكام تهمه. صحيح. ولكن النظام الامريكي له خصوصيته. فاهم هنا اتنين ما هماش يعني شخصيات بارزه. فالفرق بينهم ضيق جدا. مع الاخذ في الاعتبار حاجه ان دائما في استطلاعات الراي في يعني ملاحظه دايما تتكتب تحت استطلاعات الراي ان هناك معدل للخطا بنسبه من 2 الى 5% المائة الى جانب اختيار العينه اللي انت اللي بيتم الاجراء الاستفتاء عليها ده بيكون له عامل كبير فهنا يعني الاستطلاعات الراي دائما يعني بتكون مؤشر ولكن ليس مؤشر دقيق وعلى حسب مصدرها كمان اه دي ناحيه بقى ناحيه ثانيه الانتخابات الامريكيه من اعقد نظم الانتخابات في العالم لا مثيل لها وهي شكلها ديمقراطي مغري لكن ما تيجي تحقق فيها هتجد ان مثلا في الانتخابات الحاليه م. بيتم انتخاب رئيس وبتم انتخاب ثلث اعضاء الكونجرس 33 عضو ومجلس النواب 435 عضو م. وبعض حكام الولايات في تصويت واحد ده على المستوى الشعبي وايضا بينتخبوا حاجه اسمها المجمع الانتخابي ايه هو المجمع الانتخابي؟ انتخابات الامريكيه فيها مستويين مستوى الشعبي اللي هو تصويت عالي زي اي بلد وهو بينتخب او بيصوت للمجموعه اللي انا قلتها الرئيس والى اخره بيصوت ايضا لاختيار 538 نائب عشان هم دول اللي هيختاروا الرئيس في المجمع الانتخابي ايا كانت التصويت الشعبي الشعب. فالمجمع الانتخابي المكون من 538 هو اللي بيحدد مين هو رئيس الولايات المتحده إيه الامريكيه اذا حصل الرئيس على إيه 50% زائد صوت واحد يعني 270 صوت يبقى هو الرئيس حتى مهما كان اخذ شعبيا وده حصل مع هيلاري كلينتون كانت هي متفوقه شعبيا فده نظام غريب يعني اللي منتخب رغم ان الشعب بيقولوا انتخابات حاجه تانية ان الانتخابات بدات من امبارح ومن قبل كده في حاجه اسمها التصويت المبكر تصويت بالبريد اخبرك ففي خليط يعني بيلعب فيه المال السياسي عامل كبير جدا لذلك كنا نلاحظ نقوله ده هل... ده كمال هارس جمعت اكبر مبلغ في وقت قصير وقت قياسي يعني وكانها بتقوم يعني دعايه لمنتج او دعايه لحاجه وزي يقول لك سيلينج ذا بريزنت يعني بنبيع الرئيس او بنسوق للرئيس فده يعني دعم من رجال الاعمال وخلافه نعم دعم من رجال الاعمال والحزب الديمقراطي دايما بيعتمد على النقابات والعمال والاقليات هذه المره بيواجه مشكله هم. ان الاقليات شايفه ان الانحياز الاعمى الاسرائيل وده على حساب دافع الضرائب الامريكيين ان ده يعني في مبالغه وان ليس له مبالغه وانه بيتناقض مع المبادئ الامريكيه وبالذات مبادئ الحزب الديمقراطي اللي هو دايما في السياسه الخارجيه بيعطي يعني مركز متقدم لعمليات ما يدعون ان حقوق الانسان والديمقراطيه والحكم الرشيد والاخر مسلسل من المبادئ ولا يحترمونها بعض اعضاء الحزب الديمقراطي على فكره ينتقدون السياسات التي ينتجها جو بايدن وكاميلا هاريس لكن بالرغم من كده وبالرغم من المظاهرات الكثيره اللي كانت بتحصل في الولايات المتحده ما حدش بيسمع لا للشعب ولا لاعضاء الحزب الديمقراطي فيما يخص طبعا يعني المساعدات اللانهائيه التي تقدم لاسرائيل. لا هذه المره في اختلاف يعني دي من المرات اللي بيبقى فيها لأن القضايا الخارجيه دايما ما بتهمش المواطن الامريكي. مم. هو سايبها لكن لكن المره دي بتهمه عشان الضرايب. لا هو في عده الداخليه هنقولها بعدين انما مم. بالنسبه للسياسه الخارجيه والمظاهرات اللي قامت في الجامعات وفي اماكن مختلفه دول قالوا اذا لم يتم وقف اطلاق النار في قطاع غزه وادخال المساعدات ورفع الحصار فلن يصوتوا اللي هم الملتزمين قالوا مش هنصوت، لأن ما يروح للحزب الثاني، لأن هو ملتزم يصوت للحزب. الغير ملتزمين قالوا مش هنصوت، ممكن نصوت لحد تاني حتى لو إحنا ما بنحبوش. فهنا هو بيواجه الأقليات الإسلامية، الأقليات العربية، بعض الأقليات، شريحة من الأفارقة، لأن ترامب يعني حاول إن هو يستملهم، وشريحة من الحزب الديمقراطي اللي هم الراديكاليين بالرغم ان بيرني ساندرز وجه لهم خطاب اظن اول امبارح وقال لهم يعني احنا اه لو انتخبتوا كمال هاريس احنا هنغير الموقف وهنوقف القتال يعني الكلام اللي هو لا يجيب ولا يودي وان ترامب بيقول ان اللي بيعمله نتنياهو ده قليل وان انا هساعده ان هو يعمل اكتر من كده ففي مباراه بس في المسائل الداخليه بقى كمان هاريس بتقول انها هتزود الاعانات للتامين الصحي والتامين الاجتماعي وانها هتخفف الضرائب عن المواطنين هو ده اللي يهم المواطن في التصويت العام ترامب بيخاطب القوه الفاعله اللي هم رجال الاعمال والمؤسسات الكبيره ان هو يخفض الضرائب ان هو كل واحد يتحمل علاجه بقدر معين ما يبقاش فيه اسراف في دعم سواء الاجتماعي للمدارس وللمستشفيات وللتامين والحاجات دي. فهنا الاختلاف، اختلاف اخر بالنسبه للمهاجرين. م. ترامب استخدم تعبيرات قاسيه جدا. يعني قال ان هم بياكلوا الحيوانات الاليفه، طبعا ده موجه للاسيويين لان هو الاسيويين آه. عندهم تقاليد يعني شعبيه. قال ان ما احناش عاوزين امريكا تبقى سله مهملات يعني نيجيها كل الناس دول يجوا كده يعني <applause> وكانت دي نقطه خلاف مع كمال هارس في الحدود مع المكسيك لان الحدود مع المكسيك بيجيها كل الناس اللي جايين من امريكا الوسطى وامريكا اللاتينيه حتى الشرق الاوسط بداوا يروحوا المكسيك ومن المكسيك شركات وحاجات معينه وبيستقبلهم شركات امريكيه سواء مزارع كبيره او يشغلوهم باقل الاجور وبدون تامين وبشروط ان هو تحت تهديد يمشيه في اي وقت فبالتالي في مساعده يعني مش هيقدر يمنعها رغم ان هو عمل سور ولكن المساعده بتيجي من داخل الولايات المتحده الامريكيه نفسها فهنا الخلافات يعني داخليه وخارجيه ايضا ال ده السبب ان هم بيقولوا ان دي اشد الانتخابات منافسه لانهم قريبين جدا من بعض هل هيدوا فرصه لكمال هارس سؤال معلق هل هيسمحوا لترامب تاني هي هتقول اظن خطاب في من امام المبنى الكونجرس الامريكي عشان يعني دلاله على ان ترامب بعد الانتخابات في المره الماضيه <applause> جاء وحرض الناس ودخلوا يعني رمزيه كده <applause> هو القى خطاب في في نيويورك قالت ان هو ده بيفرق الامه لان هو بيتكلم عن المهاجرين بصوره يعني غير لائقه مفهوم وبتعبيرات غير لائقه <applause> طيب سعد سفير ما يهمنا هنا شكل المنطقه بتاعتنا يكون عامل ازاي هل مش هيكون في اختلاف بما ان حضرتك قلت في الاول ان هي الاكثر تقاربا وتقاربا في مبادئ الحزبين هل سواء فاز ترامب او كاملا هاريس وضعنا هيبقى زي ما هو؟ بالنسبه لازمات الشرق الاوسط مظبوط يعني عاوز اقول حاجه اسرائيل ولايه امريكيه. مم. سواء حزب ديمقراطي او جمهوري او حزب يطلع جديد حسم الامر خلاص جزء من الاستراتيجيه الامريكيه ليكون لها قاعده متقدمه في الشرق الاوسط في منطقه من اهم مناطق العالم مركز اتصالات العالم مركز مرور العالم فيها حضاره قديمه يخشوا يخشو في يوم من الايام يعني ممكن بعد خمسين سنه بعد ثمانين سنه إن يبقى في نوع من التكتل في هذه المنطقه ويحسوا أنه هو ضد مصالحه بالذات اذا كان بصبغه اسلاميه فهنا اسرائيل او جنثة امريكا وبتصرف عليها ببزخ مع الدول الغربيه يعني مش امريكا بس يعني في هنا لمسه دينيه في الخلفيه اللي هيبقى يفرق بين الحزب والحزب الديمقراطي لو جاء ترامب ان ترامب يعني زي نتنياهو واضح وصريح قال لك يعني لما مثلا نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب للقدس قال في قرار من كونجرس من سنه 86 1986 ليه ما نقلتهاش؟ أنا هنقلها، ولا حد عمل حاجة. فهو هي هيبقى واضح ما يقولش ما إن إحنا بنطالب بوقف إطلاق النار، وفي نفس الوقت يروح يتفق مع نتنياهو هيديله أسلحة جديدة، إن مهما صرفوا هيعوضوهم يعملوا لهم بيسموها فند ريزنج يعني جمع أموال وتبرعات، أخد بالك؟ وبالتالي الاتفاق مع الولايات المتحده على القضاء على كل من حماس وحركه الجهاد الاسلامي وعلى حزب الله فهنا ترامب هيبقى اكثر وضوحا لكن هو بيهتم بالاقتصاد بيهتم بالاعمال بيهتم بالربح لان هو رجل اعمال وله كتاب اسمه الصفقه فهو بيفكر ان كل حاجه صفقه فهل هو هيرى ان مصالح امريكا هتتضرر لو لم يسارع بوقف القتال وبالتالي ده احتمال لكن إن لكن هو على اي حال المصالح الامريكيه يعني بتصب في يعني وجود دوله اسرائيل ويعني اكيد اكيد مش هيبقى في اختلاف قوي في السياسات سواء كان حزب ديمقراطي او جمهوري. بنشكرك شكرا جزيلا لحضرتك السفير رخا احمد مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك يا دكتور. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد وصباحكم زي الفل.